مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وعلى مدار ثلاث ساعات بأشرف وأسعد بصحبة حضراتكم. ومعايا في فقراتنا التالية حضراتكم تلتقوا بكل من الزميلين العزيزين محمد سعيد وعمر ربيع ياسين، وفقرات مختلفة ومتنوعة داخل الأهلي الليلة. النهاردة هنتكلم في فقرتنا الأولى وفقرتنا الرئيسية، عندنا حوار موسع وتساؤلات كثيرة جدا حول ما يمكن أن يتحقق، وحول التطبيقات والممكن في التعامل مع الرغبة التي أبداها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه التوجيهات وهذه المطالبة للجهات التشريعية بإصدار قانون لجعل الرياضة مادة أساسية في المناهج الدراسية والمناهج التعليمية، فضلا عن أن الرئيس تحدث بشكل أكثر شمولا وتحدث عن أن هذا الأمر يجب أن يكون نمط حياة لدى المجتمع المصري. فما هي آليات تنفيذ هذا الأمر وهذه الرؤية، وما هي العقبات التي تواجه هذا الأمر، وأثارت هذه التوجيهات ومطالبات الرئيس حول الرياضة في مصر وفي المجتمع المصري أثارت حالة حراك وحالة جدل وحوارات كثيرة جدا واهتمام كبير في الإعلام وفي الصحف. في مقدمة هؤلاء ضيف هذه الحلقة من حلقات الأهلي ليلة، الكاتب الصحفي المرموق والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي، والذي صال وجال حول هذا الأمر على مدار أكثر من 12 سنة، وله في ذاكرة جريدة الأهرام العريقة الكثير من المقالات والصفحات التي تحدث فيها حول هذه القضية بالغة الأهمية وآليات الانتقال إلى مرحلة أقرب إلى النماذج الناجحة في العالم في الدول التي تقدر الرياضة وتحترم الرياضة وتستفيد حق الاستفادة من ممارسة النشاط الرياضي على كافة المستويات الخاصة بالهواية والبطولة وعلى مستوى المحترفين أيضا. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أن أرحب بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. مساء الخير. مساء الخير وأهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة ومصر كلها طيبة يا رب، ويا رب العام الجديد يبقى أفضل على مصر والمصريين والأمة العربية والإسلامية. إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، كيف ترى الحديث الذي تحدث بشأنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذا الأمر والتوجيهات بجعل الأمر أو بأن يكون الأمر طابع رسمي باتخاذ قرار أو إصدار قانون حول ممارسة الرياضة وحول جعل الرياضة مادة أساسية في المناهج الدراسية؟ ما هو إحنا يعني أنت عارف إن إحنا هواد جلد ذات، وكتير بصيت لقيت إن أنا مجرد السيد الرئيس ما قال هذا الكلام ناس كتير بتكلموا إزاي وهنعمل إيه، وابتدى يبقى الله هو حلال عليهم وحرام علينا. طيب أنا حساسا حضرتك نرجع لسنة 1931، فنلاقي ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي في سنة 1931 عمل قرار انه بيلزم طلبة المدارس والجامعات ببرنامج تربية بدنية اللي هو استعد للعمل والدفاع، والبرنامج ده تربية بدنية واختبارات لياقة بدنية، ويعني كانت المسألة ماشية وكل ده كان على استعدادا وكل طلبة المدارس استعد عشان دخول الجيش والجيش الأحمر. البرنامج توقف أول ما انهار الاتحاد السوفيتي، البرنامج توقف. عايز أفكر برضو السادة المشاهدين أقول لهم إحنا كان عندنا ده في المدرسة المصرية زمان القسم المخصوص، وبلا سبب توقف. زي يعني اللي وقف القسم المخصوص واللي بنى فصول على الملاعب واللي ألغى الأنشطة من المدرسة المصرية، خدت بالك برضو يعني ده هتلاقيه ابن عم ده او قريب ده او الاثنين اخوات او الاثنين في نفس الخليه، يعني انا يعني بس بحكي انما كان القسم المخصوص إيه؟ هي الفكره كلها ايه يعني انا، وحتى يبقى لازم شعر اتحرك اكتر، يعني انت هتتحرك حركه اكتر صحه افضل المؤكد دما. وعايز بس اقول للساده المشاهدين ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان في احسن تقويم، يعني ده اعظم يعني اختراع اللي هو الانسان، بدليل ان لما نشوف القلب والدوره الدمويه والقلب شغال ازاي والبطاريه بتاع القلب اللي موجوده، وده حاجه شغاله مدى الحياه صنع الله لا يقارن باي شيء اخر. طيب ربنا صنع ده. حضرتك لما بتشتري، وانا وغيري وغيرك كلنا لما بتشتري عربيه اللي ربنا فتحها عليه وجاب عربيه، حريص على 10000 كيلو تغير الزيت، وحريص انك انت تشوف تيل الفرام، وحريص انك تعمل ده. طب الصنع الرباني ده مش له صيانة؟ حقوق علينا، مش له صيانة. الاتحاد السوفيتي لما رواد الفضاء طلعوا أيام الاتحاد السوفيتي، كان الاتحاد السوفيتي ظروفه ما قدرش يطلع مركبة ويجيب مركبة، فكان بيسيبهم بالسنة سنة ونص فوق، قال لهم هشاشة عظام بعد 6 أشهر. رائد الفضاء اللي هو
ما فيش يعني ده على الفرازه. لا له هشاشه عظام ليه؟ لان انعدام الوزن وما بيحطش جسمه على الارض، وانت عارف الكالسيوم بيترسب من الدم بعد لازم الحركه. اذا النهارده الحركه دي مساله يعني مصيريه. الحركه اللي هي الرياضه، اي نشاط اي حركه بتعملها هي الرياضه. احنا مشكلتنا ان احنا اختزلنا المساله في مصر، وتصورنا ما تقول له انت رياضي يقول لك امال، طب انت ايه يا كابتن بتعمل؟ يقول لك انا بشجع، وهشجع يا الاهلي يا الزمالك يا الاسماعيلي، بيشجعك وهو فاكر ان هو رياضي وبيشجع. انت بتعمل حركه قد ايه؟ احنا في تصورنا ان الرياضه هي الكوره، وفي قرار بقى اصبحت الكوره لسنوات طويله هي الاهلي والزمالك. لا الرياضه هي الكوره ولا 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 المساله كده. الرياضه ان انا امارس كويس، ان انا اروح اتفرج واشجع، انما انا عملت ايه عشان الجهاز ده؟ الجهاز ده طلع ان لازم الطفل الصغير انمي له عضلاته صح، لازم المفاصل بتاعته تبقى صح، لازم الاربطه تبقى صح، لازم العمود الفقري يبقى صح، لازم كل ده ما يجيش الا بالتربيه البدنيه. كمان حضرتك اشرت لنقاط بالغه الاهميه في المقال الرائع اللي منشور في صحيفه الاهرام الجمعه الماضيه. حضرتك بتقول اهمال الرياضه وعدم متابعتها ووضعها في الوضع اللي بتستحقه في اي مجتمع واي دوله ادى الى ضعف صحه المصريين وتراجعها، وده بنشوفه حضرتك قايل في اختبارات الكليات والمعاهد كل ما يتعلق بالجوانب العسكريه، في المباريات الرياضيه، في مراحل الناشئين بنشوف قد ايه في مشكلات بدنيه في النمو وفي التكوين البدني نفسه والبون ستراكشر بتاع الجسم. يعني هل حضرتك شعرت بارتياح كبير او سعدت بتلقي هذه التوجيهات الرئاسيه؟ لان استاذ ابراهيم حجازي تحديدا بيقال عنه من المجتمع المصري انه بح صوته حول هذا الامر على مدى اكثر من 12 سنه، وانه اكثر كاتب اهتم بمتابعه الملف في الملف ده. ما انا بقول اذا كان الاتحاد السوفيتي لو كان الكتله الثانيه اقوى دوله في العالم عاملين ايه؟ الرئيس بوتين سنه 2016 في 24 مارس 2014 وقع مرسوم لاعاده برنامج اللي هو جي تو او ده اللي هو بتاع اللي عمله ستالين ده، ورجعه تاني زي ما هو. ورجع تاني في 11 اكتوبر 2016 اجتمع مع مجلس تنميه اللياقه البدنيه والرياضيه لتطوير نظام المعلومات دي. الحقيقه انا كنت مع اللجنه، معلش جمله اعتراضيه صغيره، اللجنه الاستشاريه العليا لوزير الشباب، وهي من الاساتذه. احنا عندنا على فكره في الرياضه خبراء يعني يصلوا لدرجه انهم علماء في الرياضه في مصر، بس احنا مش مستفيدين بيها. يعني حاجه غريبه. اللجنه دي برئاسه الدكتور كمال درويش، وعضويه وامين عام بتاعها الدكتور حسين السمري، وعضويه الدكتور علاوي والدكتور صبحي حسنين والدكتور ابو العلاء فتاح والدكتور محمد الحمحمي والدكتور صبري عمر والدكتوره سوزان عزت والدكتور احمد عبد الخالق واللواء احمد ناصر واللواء احمد الفولي من الاتحادات الاهليه. اللجنه دي اللجنه الاستشاريه العليا لوزير الشباب. هم عاملين حاجه، ويمكن المعلومه بتاعت روسيا، وبعدين نروح لامريكا هنلاقي الكلام ده من الدكتور ابو العلاء فتح عامل في دي بحث. فهم حاضرين يعني، واتمنى ان تتاح الفرصه الناس اللي بتعرف هي اللي تقول. اتمنى ما تخشش في المسائل في التصديق ده، لان انا هشرح لحضرتك ايه المتوقع، ايه اللي ممكن يحصل. نروح لامريكا بقى. ايزنهاور في 56 عمل المجلس الرئاسي للياقه البدنيه وبرئاسه نائب الرئيس. جه بعديه جونسون اضاف للترويح اللي كان التربيه البدنيه والترويح. نيجي لغايه بقى نلف كل الرؤساء اهتموا، وكينيدي اعتبر المساله دي مساله مهمه جدا لغايه ترامب اضاف التغذيه. وهو لما بيضيف التغذيه عنده حق. بقت المجلس الرئاسي للرياضه واللياقه البدنيه وحط التغذيه دي يعني ده مهم ليه؟ لان انت عارف احنا يعني الشعب الامريكي من الشعوب العكاكه في حكايه الاكل. فهم المساله اكثر دوله في العالم يعني خرجت منها سلاسل الفاست فود والحاجات كلها بالكالوريز العاليه، وهم بقى بيعانوا من ده. ويمكن في وقت ايام كارتر، اعتقد الرئيس كارتر لما قال امه في خطر عشان يواجهوا هذا الموضوع. بالعكس الرئيس ترامب عمل شهر اللياقه البدنيه. يعني اخو هم لما يعملوا دول، لما يبقى من اول ايزنهاور لغايه ترامب، ولما يبقى من اول ستالين لغايه بوتين مهتمين بده، لما يجي الرئيس السيسي يتكلم، لان الرئيس السيسي هو بيتكلم هو عارف بيقول ايه وعارف بيعمل ايه. اعمل 100,000 مشروع، سيبقى الانسان هو سيد الموقف في كل الامور. هات اعظم تكنولوجي في العالم، مين اللي هينفذ ومين اللي هينفذ؟ فاحنا ما كانش الصحه او اللياقه البدنيه فيزيكال فيتنس هي دي الموضوع. ده مقال حضرتك، الصوره قدامنا على الهواء دلوقتي، المقال اللي حضرتك قلت فيه انه قرار عظيم ويكشف المسكوت عنه. عايزين نتكلم ليه حضرتك وصفت هذه القضيه بانها من القضايا المسكوت عنها، وما سبب
التخاذل في الاهتمام بهذه القضية على مدار الفترة اللي فاتت كلها، واللي حضرتك كتبت فيها سلسلة مقالات بتفند فيها كل المشكلات الخاصة بهذا الأمر، إيه سبب إهمالها؟ ما هو الـ 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 المسكوت عنه ليه؟ لأن احنا قلبنا حال الرياضة في مصر. الرياضة في أي حتة عايزين نتكلم، بس إن الرياضة اللي أنا عايز أقول إن حاجات تنقض دلوقتي. الرياضة إن أنت كل واحد يحاسب نفسه، أنا اتحركت قد إيه النهاردة؟ هو الحركة دي على فكرة مش وجاهة ولا هي رفاهية ولا هي ذنب ولا حاجة. الحركة دي لازم تحصل، ولا إنك أنت الواحد هيحيا. فلازم انا حاسب نفسي عملت ده، زي ما انت حريص انك تغير زيت العربيه، وزي ما انت حريص بتجري التليفون هنج بتاعك، وزي ما انت حريص على ده. طب يا اخي على جسمك يا اخي نعمل ده. لما يجي النهارده الرئيس ليه من منظور اللي هو الرئيس اصلا ماشي خطوه، الرئيس ليه لقي كوما ده ماسك كره جمر، الحاجات الكتير دي كره نار حقيقه، ماسك بلد هو بتتصل كم المشروعات الرهيب اللي اتعمل. حضرتك تقصد ان الدوله اتجهت وفتحت فيه ملفات كتير جدا في نفس الوقت، في نفس الوقت وسيبقى الانسان هو السيد المقف. وهذا مع اراد الرئيس نقف بقى، تعالوا نقف نشوف ده، هل احنا بالمشروعات اللي بنعملها دي او هنقدر نكمل المشروعات دي، او هنقدر ننجح المشروعات دي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده بناس انصاص ورباع وحاجات غريبه دي؟ لا ما ينفعش. فهو يعني ادانا التحذير، فالتحذير ده لازم نبقى احنا عارفين اهميته ايه لينا، واهميته ليه دلوقتي بيتعمل فينا، وهو اتعمل في الوقت ده. لان انا مش ممكن اقدر مصر تصلب عودها الا ما يبقى شعبها وشبابها في صحه كويسه. طيب الموضوع ده ما دام حضرتك بدات بالموضوع بشقي، لان الموضوع ده منقسم الى قسمين، تصريحات الرئيس ومطالبات وتوجيهات الرئيس بشان جعل ماده الرياضه ماده اساسيه، وحديث الرئيس وانتقاده لعدم الاهتمام بالشكل او الوزن او المظهر. الامر الثاني أثار بعض الجدل، لأن في ناس بالنسبة لها في مشكلة في اللايف ستايل، نمط الحياة، في قدرتهم الشرائية، في نوع الأكل اللي بياكلوه، في نوع المسكن، عشان هم في كومباوند، في أماكن للمشاة ولا لا، في أماكن مهيئة في شوارع معينة ومناطق معينة ولا لا. فهل حضرتك شايف أنه في معادلة صعبة نقدر بيها نحقق هذا المطلب، وأن المصريين يمارسوا الرياضة حتى في المناطق الأكثر فقرا أو اللي فيها مشكلات في البنية التحتية أو تجهيزاتها؟ محمد ما تيجي نتفق إيه الرياضة الأول اللي إحنا عايزينها؟ الغالبيه من الناس رايح في دماغها ان انا رياضه ان انا رايح تاني هجيب باسكت وكوره وجيمز. مش لا مش ده بس، مش ده الموضوع. انا الموضوع اللي الفيزيكال فيتنس، اللياقه البدنيه، التربيه البدنيه. انا لازم الجسم ده اللي ربنا اداهولنا ده في احسن تكوين لازم احافظ عليه عشان اطلعه عربيه افضل شكل 10,000 سي سي، مش بتاع موتوسيكل. فاحافظ عليه ازاي؟ ان انا اديله ده. هتقول لي طب وانا حاضر اعمل ده واصل المدارس ما فيهاش زي التحقيق اللي منشور النهارده في الاهرام، ولسه هنناقشه طبعا بالتفصيل. انا نقدر، اصل الموضوع ملوش علاقه خالص. لان انا زي ما قلت لحضرتك ان انا البرنامج ده اللي هو هيتعمل من 6 سنين لغايه 18 سنه، اللي هو من اولى ابتدائي لغايه ثانويه عامه، وكل الاحتياجات الخاصه كله وفقا للاعاقه اللي عنده هيبقى ليه تمرينات، وديت اللي تنتهي انا تمرينات، وفي حاجات منها لا تحتاج الى مساحات، الى مساحات كبيره، ده ممكن تدريبات في داخل هو المنزل. عايز مساحه طولك، طول الشخص مكانه، طول الشخص بس، لانها كلها تمرينات. كلها في الاعداد البدني انا ممكن استعيد عن الاجهزه، والاصل الاجهزه والحاجات دي ده الشغل ايه زي اي حاجه اتعمل بقت دخلت في سوق تجاره، فاتعمل لها شغل الدمز والالوان والمكن لا 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 ده انا ممكن اقصي بالجسم اللياقه البدنيه اللازمه الكامله ان انا اربي بيه عضلات دون ان استعين باي جهاز من ديت، وعندي ادوات بديله. يعني انا لو بشيل تقل ده، ما احنا اخي كنا بنعمل ده زمان، ده انا شرابه بالبره رمل وبمسكه حديني، هو ده اللي حديني التمرينات لو انا عايز اعمل للعضلات، خدت بالك؟ في لا، والتمرينات اللي كانت بتعمل شكل رائع للجسم اللي هي كلاسيكيه، الضغط والبطن والعقل، الضغط والبطن والكلام ده هو مش محتاج ان انا تتعمل، وهم موجودين الساده الخبراء واللجنه عاملين ده وموجود ده ويتعمل ده. انا مش محتاج حتى مش لو انا ما عنديش مساحه، لان ملاعبي كلها راحت في اغلب المدارس، ده انا في الفصل المدرس يعمل النموذج ويطلع اكتر حد يعمل النموذج قدامه، وهو في البيت يعمل ده. أولياء الأمور ما ينزعجوش، لأن دي ما فيهاش مهارة. يعني أنا لما أجي أنا أقول إن أنا حدي لك في الرياضة أدخل اللعبات، طب واحد موهوب في لعبة، طب التاني ما فيش تكافؤ فرص، أنا مش موهوب وأنا مش ابني ما عندوش تفوق رياضي، عنديش أنا مش موهوب، أنا مش موهوب في اللعبة، ما عندوش موهبة في اللعبة. إنما ده إحنا الموضوع ملوش علاقة بده، حتى الفروق الفردية، واحد أطول واحد مش عارف، لأن كل ده هتعمل، لأن أنا هنمي له كله من السن الصغير هنميه له.
وده انا عايز اقول لاولياء الامور بالذات، ده انتوا تعضوا بايديكم واسنانكم على ده، لان هو ده اللي هيحمي ابنك. الرياضه افضل وسيله او افضل وقايه من الاكتئاب. كلام حضرتك مهم جدا، لان الاسر النهارده عشان ما فيش اهتمام بالنشاط الرياضي في المدارس كلهم بيجروا على الفرق والانديه والبرايفت ومشغولين بمليون حاجه بيصرفوا فيها. انما الوقايه عشان تعدي ابنك المرحله الخطره دي كلها، عشان ما يروحش للترامادول وما يروحش للمخدرات او يكتئب او يتطرف، لانه ما ده العلاج الوحيد للثلاثه دول، العلاج بتاعهم الرياضه والوقايه. ده هي الوقايه وهي العلاج. صحيح. الرياضه في الثلاث حاجات دول هي الثلاث، اكتئاب والادمان والتطرف، علاجهم بالرياضه. صحيح. ووقايتهم بالرياضه. وانا النهارده الرياضه اللي بنقول عليها دي، ده انا ببني له جسم عضلاته حبنها له، تشوهات العمود الفقري اللي بتيجي من الحاجات الغلط هحقق من العمود الفقري عشان هعمل له تدريبات بطن كويسه وظهر كويسه، فيبقى العمود الفقري ده مشدود، العضلات دي قد دي، فمش هيروح لا كده ولا هيروح كده وهكذا. هو مجرد الطفل ما يحس انه بقى عنده عضلات وبقى جسمه كويس، هو ذات نفسه مش هيروح كده ولا كده. ولو تميز زي ما حضرتك بتقول، كان بقى من اصحاب المواهب، هيحترف رياضه من الرياضات وينجح. ده اللي ده قطاع البطوله اللي بنتكلم فيه، ده اسمه الممارسه. فهي الممارسه. انت بقى هرجع للسؤال اللي سيادتك طرحته من الاول، بتقول لي احنا ليه لان انا احنا عندنا في مصر المسكوت عليه بقى ليه ما احنا لغينا الممارسه وادينا بالبطوله، عملنا البطوله على طول ليه؟ لان البطوله دي اللي فيها السبب فيها المدير الفني وبنخت المدير الفني والمدير الاداري وعم المدير الاداري والبروباجندا الاعلاميه والزيطه والزنبليط. انما الراجل اللي هيشتغل في الممارسه مفيش الكلام ده، مفيش الحدوته دي. فاحنا بدينا من ده، فاحنا عندنا، فبقت عشان كده قاعده البطوله بتاعتي، قاعده من يمار، القاعده اللي في البطوله. احنا من 3-4 سنين كان كل المقيدين في جميع الاتحادات الرياضيه، في جميع اللعبات، في المراحل السنيه المختلفه، اولاد وبنات 250,000 بلد دخل في ساعتها كانت 90 مليون، يبقى 250,000. احنا بنهزر؟ انا لازم يبقى انا، عشان كده بنقول ايه، نخلي قطاع البطوله ده بالبلوكه بتاعته بالكلام اللي فيه ده خليه دلوقتي كده على جنب وابتدي اعمل صح. انا لما القاعده الكبيره، طب انا عندي 22 مليون دلوقتي في المدرسه المصريه، لو ال 22 مليون دول اهتميت باللياقه البدنيه بتاعتهم، انا بهتم ليه؟ عشان يبقى مواطن صالح، عشان تبقى ام قادره. الام دلوقتي بقى لها بتشتغل بروحين، مسؤوله في عمل ومسؤولة عن بيت أكبر وأعقد وأخطر من العمل 100 مرة. إن لم تكن هي قادرة بدنيا، وهي مجرد ما تبقى قادرة بدنيا هتبقى صحيا، هتبقى نفسيا في التوازن. لأن فعلا الرياضة وبذل الجهد البدني له تأثير على الصحة النفسية طبعا هتبقى قادرة. أصعب شيء إن تبقى عايزة تعمل حاجة مش قادرة تعملها، ده أكتر حاجة في العالم بتزيل التوتر العصبي وخلي الإنسان ما ينفعش. يعني النهاردة بقى احنا ده جزء، فبقى المسكوت عليه إن احنا أهملنا الملف. هل يعقل؟ هل يعقل الكلام ده كتبت فيه؟ وطبعا انا لما بقول الكلام ده دمي تقيل وكده. عندنا حاجه اسمها اتحاد الرياضي للشركات. اما اجي ادخل رياضه في الشركات، انا المفروض ان انا بدخل رياضه دي عشان كل من في مصنع او في شركه انا عايزه يبقى هو من ساعه ما ابتدى لغايه ما يطلع المعاش في الكفاءه بتاعته في الانتاج، اعلى مستويات الانتاج. لما يجي واحد يقعد على مكتب 8 ساعات في اليوم والبتاع ده، ما هيجي له انحناء في العمود الفقري او سقوط كتفين، وهيجي له رقبته فيها مش عارف ايه. في بره قالوا في حاجه اسمها التمرينات التعويضيه، وهي دي الرياضه اللي بتتعمل في الشركات. انا بعمل ستوب واعمل له مجموعه تمرينات نص ساعه بس احميه من اي تشوه لو قعد على مكنه بطريقه معينه. احنا بقى لما جينا نعمل الرياضه في الشركات لغينا الكلام ده كله، لغينا الممارسه دي، ان ال 2000 اللي في المصنع وال 5000 يلعبوا هم رياضه، وعملنا رياضه ثانيه اجرنا اللي هو الفريق اللي اشتريناه من بره وبيلعب، فخدوا الفلوس كلها وبيعتبروا نفسهم رياضه. وطبعا وفي الاخر الشركه ما بتصرفش على الستاف بتاعها كله. لا لا لا، لو سابوهم بقى، طب ما هو الراجل ده لما هيجي له انحناء ولا عموده الفقري ولا يجي له ديسك، ما هيحيا، انتاجه هيقل وبقى خساره عليه، والشركه هتتحمل التغطيه التامينيه. شوف المفهوم، المفهوم ده مش في كل حته، ده المسكوت عليه. المسكوت عليه ان احنا مش عايزين نخلي الممارسه. انا لازم الاول مسؤوليه، ودي النهارده دي مسؤوليه الدوله، دلوقتي مسؤوليه الدوله. ما هو اول ما خلص الممارسه قطاع البطوله ده قطاع الاهلي، اتحادات واللجنه الاولمبيه، انما الممارسه مسؤوليه الدوله ومسؤوليه مجتمع ومسؤوليه اعلام ومسؤوليه كل واحد عنده ضمير. لان احنا بلدنا عشان
تصلب عودها وان شاء الله هتصلب عودها وعشان تقف مع كبار وان شاء الله هتبقى مع الكبار بالاجيال القويه العافيه. اكيد. انا اي سؤال هفكر وحضرتك بتتكلم انه حد من مشاهدينا قد يكون يرغب في توجيهه لحضرتك دلوقتي او يتبادر الى ذهنه بشكل بديهي من كلام حضرتك في نقطه معينه هساله على الفور، يعني ممكن بعض الناس اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي يقولوا يا استاذ ابراهيم حضرتك كنت بتشوف افلام مصر زمان ايام الابيض واسود، بنشوف شكل البلد زمان، المساحات الموجوده، حركه الاسره وهي بتتمشى، شكل الشارع دلوقتي، الفوضى والاداء العشوائي والتجاوزات من الناس والسخافات اللي بيتعرض لها المواطن. ففي مواطن ممكن يقول انا نفسي البي الدعوه اللي وجهها الرئيس للناس دي، نفسي اخد مراتي واولادي وانزل امشي، بس الشارع متقسم الرصيف مليون مره والمحلات متجاوزه ومش عارف في مشكله ايه وناس بتمارس اعمال بلطجه ايه، فهتعرض لكميه سخافات رهيب. نفسه الدوله تساعده تبدا توفر له تدريجيا المناخ اللي يقدر ينزل يستمتع بيه في المشي. طيب. رأي حضرتك إيه في الكلام ده؟ طيب أنا من وقت ما كنت في قناة النهار عملت طلعت في دماغي نعمل تحقيق مصور كده. رحنا على محطة المترو اللي نازلين من المترو. أنا كنت رايح بعمله علشان حاجة معينة. فاكتشفت كوارث. أنا رايح فكان كل واحد نازل حضرتك جاي منين؟ فأقول لك أنا جاي من المرج. جاي 40 كيلو يعني مثلا في حلوان. بكام التذكرة؟ كانت بجنيه. انا بكلمه هو ايه راكب توك توك، طب انت حضرتك رايح فين؟ يقول لك البيت في على بعد يعني نص كيلو بتاع. طب هتدفع كام في التوك توك؟ كان بخمسة بقى بعشر. فاكتشفت الله، يعني انت مش عايز تمشي ال 500 متر، يعني انت باصص ان احنا رفاهيه، ما هي دي ثقافه وسلوكيات طبعا. خدت بالك؟ هتقول لي الشارع زحمه، هتقول لي حاجه، جزء من الزحمه احنا السبب فيها، ما احنا لما يبقى بلد ايوه تصرفاتنا طبعا. لا ال 2 مليون اللي بيزيدوا يا محمد، احنا في بلد في الدنيا بيزيد 2 مليون في السنه يا راجل، ده نسبه النمو بتاع نسبه الزياده السكانيه اكتر من الصين، النسبه بتاعتنا بالنسبه لتعدادنا اكبر من الصين. بقى انت مكسل تمشي، ما هو ده 500 متر كان زمان كله بيمشي وبيتحرك، كان زمان الست الفلاحه ايام كان في ريف وكان في فلاحه وكان في ناس بجد، ما دلوقتي خلاص ده كله اتلخبط. كان هي كانت ساعات بتولد في الغيط. هي بتولد في الغيط ليه؟ لان هي بمسمى الرياضه لياقتها البدنيه 100% بتشتغل وبتروح وبتدور طرمبه وبتشيل وبتعمل الكلام ده كله. ففي الولاده اصلها عمليه طبيعيه. مع احترامي للساده اطباء النساء وامراض النساء والكلام، احنا حولناها لحدوته ثانيه، وبقت الستات دلوقتي من اجل الرفاهيه وعشان ما تتوجعش شويه تعمل القيصريه، يعني شوف قد ايه، مع انها هي لو في فتره الحمل او لو هي بتمارس الرياضه هتولد عادي، ده هو خلق ربنا ان الولاده تبقى طبيعيه. يعني اللهم الا في الحالات اللي يعني تستوجب عمليه بقى ولا ما اعرفش ايه ولا في حالات طبيه معينه انما هي الشيء الطبيعي ان تبقى الولاده الطبيعيه والشيء الطبيعي ان كل حاجه. احنا دلوقتي الرفاهيه، ما هو الانسان عدو نفسه. يعني زي ما بدات المقاله، هو عدو نفسه عمال يخلق في حاجات لغايه انت دلوقتي ده من ناقص ايه انك انت تعمل. وقال لك دلوقتي بتسقف كده القناه تتغير في التلفزيون، يعني من حتى مش عايز، وبقى الريموت كنترول وانت قاعد، كان زمان بتقوم تمشي لغايه التلفزيون تغير المحطه، اهو عملت لك مترين خلاص حتى دي ما فيش حد بيعمل ده. احنا لان الثقافه هل الاعلام، هل السينما، هل كل وسائل عملت اللي بينت ده عشان تشجع على ده؟ ما انا لازم اقدم حلول، وبقدم الحلول ايه؟ بصوره مش مباشره، بصوره غير مباشره. لان حضرتك بتتمنى يبقى في بعض الاعمال الفنيه والدراميه هو ده انا بس انا بين ده، ما انا اوضح ده، نقول للناس ده. انا عايز اقول لاي حد يا اخي ده انت لوجه الله امشي لوجه الله لصحتك عشان ولادك. امشي يا ستي عشان حضرتك، لان ده مساله، لان المشي هو الرياضه بتاعت الكل. طيب انا تابعت التحقيق ال 12 وحضرتك طبعا متابع معانا هذه القضيه، لان الاهرام كمان بتوليها اهتمام خاص جدا، ما بين بقى حديث شخصيات عامه ومثقفين ومتخصصين واكاديميين ونواب في مجلس النواب بيتحدثوا عن مقترحات ان احنا في المرحله دي ممكن نلجا كحل من الحلول للاعتماد على اتاحه مساحات من الوقت في ملاعب مراكز الشباب لطلبه المدارس. هل ده الحل ولا احنا كده هنريح شريحه على حساب شريحه تانية ولا نتوسع في الملاعب يعني؟ لا ما هو ده عشان هم بيفكروا فاكرين انه هيروح يلعبوا كوره. على فكره مش معنى كلامي ان نعمل لياقه بدنيه او تربيه بدنيه ان احنا نلغي اللعب. ما هو الطفل بعد ما بديله اوله العضلات ديت عايز يلعب كوره يلعب، حتى لما هيلعب ويجري كوره باسكت العب قوه يشارك في مسابقات، ده كل ده بيزود اللياقه بتاعته بقى. بس انا عملت له الاساس، خدت بال حضرتك، انا عملت له الاساس اللي يستطيع بيه ان يمارس. ما ينفعش يروح يلعب كوره واصلا عضلاته هيركن بعد شويه.
يعني ده احنا بنشوف اصابات دلوقتي في الرباط الصليبي، الولاد عندهم 14 سنه، وده حاجه دليل ان مفيش حاجه ماسكه قدراته العضليه والبدنيه، ما فيش عضلات اتعملت. فانت انا بكون له جسمه ده لما يمارس كمان الانشطه الرياضيه هيبقى شيء جميل جدا. هم الساده النواب او كل ما بيفكر فاكر ان انا هلعبه باسكت وكل، لا 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 لا، ده تمرينات، ده موضوع تاني، ده موضوع يتعمل كده قولا واحدا، يتعمل كده تمرينات بدنيه هي دي اللي هتبقى نجاح وسقوط. بس الجزء الثاني الذي لا يقل اهميه عنها اللي هي الثقافه بقى بتاعه الحدوته دي من ابتدائي برضو لغايه ما وصلت ثانوي عامه، ازاي اعرفه باسمه عشان على الاقل يحافظ عليه، عشان يفكر 100 مره قبل ما حد يضحك عليه ويديله قرص، عشان يفكر 100 مره ويعرف ان هو لما بيعمل ده ليه، اعرفه ثقافه الاكل عشان يعرف هو لما بيشتري الاكل اللي جاي ده كلام ده هيعمل له ايه، افهمه انه لما يكبر شويه ولغايه ما اوصل في ثانويه عامه بديله مبادئ فيسيولوجي وتشريح فيعرف تركيب الجسم دي ايه. فبقى العمل اللي بياخده والتدريبات اللي بقوله بحرفه دي عشان بتعمل ايه ودي تاثيرها ايه. في ثقافه غريبه جدا طبعا طبعا يا استاذ، في ثقافه غريبه جدا دلوقتي مش للاسف عند صغار السن بس او الشباب في سن المراهقه اللي ممكن يبقى عرضه للمخدرات، صديق لسه محتك بموقف بيتعامل مع عامل بيطلع له مواد معينه للبيت عنده، فهيطلع على السلم كام دور، فقال له الحساب بالظبط كده الحكايه، قال له 300 جنيه، فقال له ليه ده الحكايه بسيطه، قال له انا عشان اقوم بالمهمه اللي عملتها لك دي خدت قرصين ب 120 جنيه، فدي تكلفه عليا عشان اقدر اشتغل. احنا ازاي وصلنا للحالة دي ان انسان بيضيع دخله وبيضيع فلوسه عشان يشتغل على حاجة بتهلكه تماما مع الوقت، احنا ازاي نغير المواضيع دي؟ انا اسف ان المثل صعب جدا لا بس ده حاجة سمعتها وكان مؤذية جدا. ما هو النهاردة دولة المخدرات في العالم، من ودي دولة قوية جدا، ما دولة المخدرات ودولة الادوية يعني دي دولة موجودة، دولة انتاج. تعال شوف بقى مين اللي بيطلع اكبر كميه مخدرات في العالم، في البلاد في الدول، فتكتشف ان هم اللي هم رافعين شعار الاسلام اللي هم بيتكلموا باسم الدين، ايران افغانستان حته تانيه بقى عشان ما نخشش في مشاكل، خدت بال حضرتك دي. من الذي النهارده في مصر وكان في مصر في الاوقات والكلام ده اكتر فتره دخل فيها مخدرات في هرتله من بعد 2011 ترامادول، ده كان بتوزع كده يعني كنوع من انواع يعني ده كانه اسبرين بتوزع لانه عايز يجيب رجل اكبر عدد ممكن. النهارده العامل اللي بيكلم هو بيتكلم على ده هو ما انت لما بتاخد الترامادول او ما اشبه هتقدر تشيل الحاجات دي دلوقتي، ما هو ده ولا لا هو بعد اسبوع اذا ما خدش مش هيقدر يقوم من السرير. بالظبط وده اللي مش الشباب مش حاسبه. النهارده احنا عندنا مشكله وللحقيقه في صندوق الادمان عامل شغل عامل جهد رائع وجهد بالغ. بس انت لما يبقى ده لوحده تعالى بقى نشوف بقى فين، طب فين الوجه الثاني اللي ساعد صندوق الادمان واللي ساعد كل واحد بيكتب او بيتكلم في هذا الموضوع؟ فين الحاجات اللي اتعملت تقول لنا ده؟ بالعكس ده احنا اتعمل لنا افلام، الفيلم ساعتين اللي هم يمثلوا في الزمن 40 سنه ولا حاجه او 30 سنه، في ال 120 دقيقه الساعتين دولت اللي بيعمل امبراطور، هو في فيلم كان اسمه امبراطور، واحد بيملك الدنيا وما عليها. وفين في الدقيقه 119 ليه البوليس مكسكو او ضرب طلقه او اي حاجه اللي هي لحظه الندم بقى اللي هي ولا ندم ولا حاجه البعد الاخلاقي يعني. طب انا اي شاب انت بتقلق ده، انت بتقول لي النهارده انا هعيش ابرطع في الدنيا واعمل كل اللي انا عايزه وهيبقى معايا كل حاجه اقدر اعملها وفي الاخر ممكن طلقه تموت، هيقول يا ريت اعيش كده يا ريت اعيش طبعا عايز ده. فانا فين بقى الحاجات اللي اتعملت اللي تبين الكارثه؟ حتى الافلام اللي بيقول او اللي في المسلسلات اللي اتعملت، لا ده كانوا بيشرحوا للولاد ازاي ياخدوا مخدرات، ما كانش شرح المساله. على فكره يا جماعه برضو في الحاجات دي كلها نسال اخواننا، ما هو مين اللي بيعالج الادمان؟ اساتذه علم النفس. ما نسال اساتذه علم النفس، انا لما اطلع على الشاشه اطلع الصوره دي ازاي؟ ايه الصوره اللي تساعدك انت يا دكتور اللي بتحارب الادمان؟ مش انا اقعد انا افت واقول لك اسمه ابداع فتكتشف ان اللي بيتعمل ضد. فوصلت موضوع المخدرات اللي قاله العامل ده صح حي، بس ما قالش بقى العامل ده هو انه ان اللي هو مش بياخد وبيتكلم دلوقتي كده، لا هو بياخد القرصين عشان يقدر يقوم منهم. بالظبط، لانه من غيرهم مش هيقدر يقوم من الفرشه بتاعته. طيب استاذ ابراهيم، من اين نبدا الاصلاح؟ في اراده سياسيه، في توجيهات من رئيس الجمهوريه شخصيا حول هذا الامر، ونفترض ان شاء الله ان هيبقى طبعا في رد فعل سريع جدا وهيبقى في من الجهات التشريعيه ومجلس النواب تحرك لاصدار القانون ولجعل هذه الماده على مستوى الاعلان عنها رسميا ماده من المواد الاساسيه في التعليم وماده نجاح وسقوط.
نحرك ده ازاي وتطبيقاته بقى؟ مين المسؤول هو عن الاول الاعلام بس، لازم الاعلام والملاحظتين اللي انا قلتهم. احنا مش يعني الرئيس لما قال ده ما بقالش حاجه من باب الوراه ولا حاجه، ما اكبر دولتين في العالم بيعملوا ده من سنين طويله، واحنا من سنين طويله كان عندنا ده، وبفعل فاعل الله اعلم نسينا بجهلنا باي حاجه لغينا ده. لما يجي حد بقى عايز يرجعنا تاني ويحطنا على الطريق المظبوط، ما هو انت جزء من التقدم بتاعك وصلب ومصر تصلب عوده، لازم يكون المواطن الصالح ده اللي قادر ده. لما يجي حد يعمل ده تبتدي الهرتله ويبتدي الكلام ويبتدي بقى القنوات اللي من هناك عاملين ايه كاننا لا. قبل ما نفكر القانون احنا انا في رايي انا المتواضع، الموضوع ده انا مش شايفه، انا شايفه قدام عيني وهيحصل ان شاء الله، هيتم باذن الله. انا بدي السنه اللي جايه، السنه الدراسيه اللي جايه دي سنه تجربه اطبق فيها، لان انا عشان اعمل منهج وعشان اقول انك انت لما تعمل 10 عدات تاخد كم درجه، لازم بالتجربه وبالقياس، وبعدين باخد المتوسط عشان بيبقى في واحد هو اصلا بدنيا هو علاقته البدنيه فطريا افضل من زميلي، ازاي عشان اخد المتوسط عشان ما يبقاش في ظرف. فانا بعمل سنه بشوف التجربه وتطبيقات والكلام ده لغايه ما تدي السنه الاولانيه مرحله تجريبيه، مرحله بس تخش فيها الكلام، بس هي التربيه البدنيه اللياقه البدنيه، ماليش علاقه باللعبات الرياضيه خالص. الولاد اللي بياخدوا البرنامج ده كل اسبوعين اعمل له ماراثون، كل مش عارف ايه اشركه في ايه، الولاد اللي يلعبوا في ايه، ده موضوع. انما المنهج ان انا ابني الجسم ده صح، هو ده المنهج. بس لو عملوها بقى نظري يا استاذ ابراهيم، احنا عارفين ساعات العقليات ممكن نلاقي عملوا كتيب صغير كده اسمه اللياقه البدنيه وبقى ده المنهج وبقى ماده. احنا بنتكلم عن الممارسه، انا برضو عشان نقول انا ماليش علاقه بالتربيه الرياضيه، ماليش علاقه باللعبات دلوقتي، انا ليا علاقه ممارسه الرياضه بالانسان ده في المدرسه، ده اللي انا همتحنه في ده. انا ببني له جسمه، بنيان الجسم ده انا عامل مرحله اللي هي من 6 ل 18 حوالي 12 سنه اللي هم دولت هو اللي ببنيه، اللي في الاخر يطلع حدوته يطلع منه بطل، هيطلع منه، انما في الاخر كل دول هيبقوا شيء اساس موجود ياخدوا ياخدوا مصر من حته لحته تانية. البرنامج ده خلاص هو بيتعمل، يسيبوا بقى المتخصصين هم اللي يقولوا يتعمل ازاي ويتعمل ازاي والكلام ده كله. وبقى حتى عندما يناقش هذا الكلام في مجلس النواب يبقى مناقش على الاساس المعرفة ده، انما فكره ان هم لا يكون حد فاكر ان هي هتبقى كوره وباسكت، ده موضوع تاني خالص ملوش علاقه بالموضوع اللي بنقوله ده. طيب هرجع لحضرتك بعد الفاصل ونسال الاستاذ ابراهيم حجازي ما الذي تفعله المدارس المصريه وكيف تطبق وزاره التعليم هذا الامر فور اصدار هذا القانون واتخاذه خلاص الشكل او الطابع الرسمي ووجود هذا القانون على ارض الواقع في مصر، التطبيقات كيف تكون خاصه في المدارس اللي زحف فيها العمران لاستيعاب الزياده في اعداد الطلاب من عام لاخر، فما بقاش فيها مساحة لممارسة الرياضة. سنعود بعد قليل مع حضرتك ومع مشاهدينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم من خلال الأهلي الليلة، ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. أستاذ إبراهيم، كنت بسأل حضرتك قبل ما نتوقف مع الفاصل عن المدارس اللي حصل فيها تمدد في عملية البناء لاستيعاب الأعداد اللي بتزيد كل عام من الطلاب. المدارس دي طبعا حصل فيها جور على المساحات المخصصة لممارسة الرياضة على مدار عقود، هنعمل ايه في الإشكالية دي ونتعامل معها ازاي في الفترة الجاية؟ اشمعنى ان ما عندناش مساحة ان احنا هنوقف؟ والبرنامج التربية البدنية اللي هو منهج التربية البدنية اللي هيبقى مادة أساسية مش محتاج المساحة دي. والناس المشكورين اللي فكروا ان احنا ناخدوا مركز شباب، ما انا هوديهم مركز شباب الميكروباصات هتاكل نص العد في السكة، يعني هيدوسوا الزحمة واليوم راح. لا 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 لا، هي الفكره كلها ايه؟ هي مجموعه تمرينات. بس نرجع تاني عشان نقول المقصود بالمنهج التربيه البدنيه ايه؟ ان انا بقوي كل الاجهزه بتاعت الجسم، الظاهر والباطن. الظاهر اللي هو الدراعين والرجلين والعضلات والمفاصل والاربطه، والباطن اللي هو الجهاز الدوري لما بتحرك انا بنشط الجهاز الدوري والدوره الليمفاويه اللي راجعه اللي بترجع الدم، ده كله بنشطه بالحركه والنشاط ده. كل هذه الامور يمكن تاديتها في مساحه
مساحة طول الطفل. المدرس أو معلم التربية الرياضية اللي موجود بيعمل نموذج للتمرين في الحصة، ومش هنزل، مش هنزل تحت أنا في الحصة بتاعتي، مش هنزل، بعمل له نموذج للتمرين ده، ويطلع اتنين تلاتة يعملوا الكلام لغاية ما يتأكدوا، ويقول له خلي بالك لو أنت، بمعنى لو أنا بعمل يعني، كان زمان لما في وقت من الأوقات المودة كان كله بيلعب الحديد ده كده، فبرضه في حتة في أهالينا في الأحياء الشعبية، فكان يمسك يعمل كده، هو لازم أوصل لكده عشان، ولو وصل عشان عضلة تبقى طويلة، فاللي حصل إن العضلة دي بقت قصيرة، فمش عامل كده يعني، هو تلاقيهم ماشيين عاملين كده، ومش هو لأنه أدى التمرين غلط، هو أدى التمرين فخرجت الشكل عضليا غلط، فأنا بنميله كل التمرينات دي كلها خلاص، هو هيعمل هو في بيته، هيروح حتى لو ساكنين في أوضة هيقدر يعمل التمرين اللي خده، والأدوات البسيطة لو في أدوات هنستخدمها، أثقال بسيطة في مرحلة متقدمة، لأن أنا أعتقد إن في المرحلة الابتدائية كلها من 6 ل 12 هتبقى كلها عبارة عن تمرينات اللي بفكرة تمرينات حركية، الحركية كلها دي كلها بطول بعمل إطالات وبعمل حاجات والكلام ده كله، ودي مش محتاجة أدوات، لأن أنا محتاج المرونة، لأن بعد 14 سنة ما أقدرش أكسب هذه المهارة اللي هي المرونة بتاعت العضل، فانا محتاج اعمل دي، فانا بديها له من خلال التمرينات دي. التمرين اللي خدوه انا هيعمله في البيت وهمتحنه فيه، همتحنه فيه ازاي؟ لان احنا بتتعمل خلال السنه دي بيتعمل تقييم، بحيث انك ما تعمل قد ايه تاخد قد ايه، وفي النظر يبقى هياخد هو كتاب، هيبقى في حاجات كتيره اللي هيمتحن فيها النظر، يعرف ايه اللي جواه. طيب مش مين محتاج، مين الجهات اللي ممكن تشترك في وضع هذه الرؤيه اللي حضرتك بتقول محتاجين مرحله يطبق فيها هذا الامر، ويبقى مرحله ممكن بعدها يحصل تطوير او تغيير عشان نوصل لافضل صيغه للشكل؟ انا عندي 27 او تقريبا، انا اسف لو كنا كليه التربيه الرياضيه في مصر، عندي مجموعه من الاساتذه، انا قلت لحضرتك في لجنه استشاريه عليا لوزير الشباب، وهم دلوقتي معنيين بوضع هذا الكلام، ولو في حد تاني هتفضل، انا اصلا مش يعني انا بجتهد يعني، انا مش بقرر ولا بودي يعني، انا عايز اقول انما عندنا خبراء في مجالات كثيره في المجال ده يقدروا يعملوا ده، بس لما يقولوا اللي هم عايزينه ايه، وبعد كده المجلس يناقش ده، بس عشان ما نتوهش المسائل من بعضها، عشان المساله ما نتوهش. ده برنامج تربيه بدنيه ببني بها جسم، المنهج اهو اللي انا هعمله، واصل المنهج ده بيتعمل لانك انت كل مرحله سنيه، انا ما اقدرش اتعامل مع الطفل الصغير في عضلاته اللي ابوظ الدنيا لا مرحله. البرنامج بتاع ذوي الاحتياجات الخاصة ايه اهو اللي هو ما بيعملش، ما فيش كل واحد هياخد المنهج اللي هو يبقى هو لائق بدنيا حتى في الاحتياجات الخاصة بما يناسب ظروف الإعاقة اللي عنده. التاني ده اوصله انا لغاية 18 سنة حالة تفرح. حضرتك عايز الرؤية الأول يتم وضع هذه الرؤية بواسطة متخصصين، والمرحلة الثانية تبقى مناقشة الأمر في مجلس النواب، يناقشوا ويقعدوا هم يتناقشوا مع اللي عشان اللي مش عارف، يا جماعة وحتى المجلس النواب لما بيناقش بيسأل، فهيسأل المتخصصين، بياخد رأي المتخصص بس طبعا. إنما ما نسألش حد غير المتخصصين، وطالما هو أنا شايف دكتور صبحي يعني أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هو أصلا تربية رياضية، وعشان كده هو اتعملت لجنة، انا شايف انها كويسة نشوف اللجنة دي، وفيها من الاتحادات الاهلية احمد ناصر بطل الخماسي، واحمد الفولي يعني اللي هو احمد الفولي، يعني انا عايز اقول نشوف ده موضوع ملوش علاقة بالبطولة، ملوش علاقة باللجنة الاولمبية، ملوش علاقة، ده علاقة بالدولة، لان دي مسؤولية الدولة، لان ده المسكوت عليه من زمان والدولة انتفضت عشان تعمله، انما لو سيبنا الامور عليه هندننا في الوضع اللي احنا فيه ده. طيب حضرتك ايضا خلال مقالاتك على مدار سنوات اشرت في مرات عديدة انه حضرتك كان عندك شكوى دائما انك بترى انه ما فيش رؤية واضحة على الخريطة الوطنية للرياضة في مصر، وبعض الناس بتقول معقول يا استاذ ابراهيم مع كل عدد الاتحادات والهيئات الرياضية اللي عندنا والبطولات اللي بتتحقق والمنافسات وكل ده، ان الرياضة مهملة او مش في الكيان الرسمي للوطن؟ نعم، ولما يبقى كل الاهتمام الموجود بقطاع البطولة، قطاع البطولة بالنسبة للرياضة بالنسبة للوطن حتى قد كده، بالنسبة لمفهوم الرياضة قطاع الممارسة ده قد كده وقطاع البطولة ده قد كده، الشعب يمارس، الأطفال ال 22 مليون نسبة كام من الشعب هو ده اللي يمارس؟ ما هو من نتيجة الغلط ده كان إيه؟ ما احنا بنضحك على نفسنا، يقول لك ما المدارس فيها دوري، فيها دوري لعبات، طب ماشي يا عم، طب يا عم البطل بقى كم واحد في الدوري في المدرسة بيلعب، كم طالب من المدرسة، كم طالب من الألفين يعني. خدت بالك؟ فتكتشف أو الألف فتكتشف كل الحدوتة 100-150، طب و 850 تانيين بيعملوا ايه؟ فينهم؟ يعني انت فاهم الحكاية، عايزين ده الدولة بقى احنا رايحين المسكوت عليه عشان 850 دولت يمارسوا، و 850 لما يمارسوا الولاد الموهوبين اللي فيهم رياضيا هيبقوا جامدين جدا، لان انا بنيت له جسمه،
عيب ان الواحد يقول ان انا عندي لعيبه كوره وصلوا منتخب مصر عندهم تشوهات على التكوين البدني نفسه في مشكله. عيب ان انا اقول حتى في الكوره انه ما عندوش كل مهارات الكوره، عنده مهارتين ثلاثه والباقي في الطراوه. فاحنا لازم نعيد الكلام ده كله، مش معقوله بقى الدوله هتتدخل كمان عشان وفي ناس احيانا بتبص على شكل لعيبه الكوره في مصر في الثمانينيات والسبعينيات واجسام اللعيبه والرياضيين في مصر في الوقت ده وبيقارنوا بدلوقتي وبيقولوا كانت الاجسام بدنيا مبنيه افضل بكتير زمان، كان الشكل التكوين الرياضي افضل بكتير، ان في تراجع في التكوين الجسماني. هو تراجع لان انا بحكي لحضرتك كان في عندنا قسم مخصوص اتلغى، اللي لغى القسم المخصوص من المدرسة المصرية يعني ده هو مش عايش طبعا زمانتي يعني أنا رأيي إن يتحاكم، واللي لغى واللي أصدر أمر ببناء فصول على الملاعب ومصادرة الحجرات بقية الأنشطة التربوية الأخرى الرسم والموسيقى والكلام ده كله يتحاكم، لأن أنا حرمت الوطن. لأن أنا لما بعايز أعلم الطفل موسيقى أنا كل 1000 ممكن كل 10,000 ممكن يطلع لي بليغ حمدي، إنما أنا عايز أعلمه إزاي يستمتع، لأنه لو عرف يسمع موسيقى بجد مش هيشيل بندقية، لو عرف مش هيمشي. عايز ترفع الذوق العام للناس، هو أصل لازم دي مكونات الإنسان، إزاي يسمع ده، إزاي لما يعرف، إزاي في الرسم. يعني أنا مندهش جدا إن في قرار في التربية والتعليم باعتبار التربيه الرياضيه ده موجود، التربيه الرياضيه والرسم ماده اجباريه بس مش نجاح وسقوط بس مش تضاف للمجموع. طب انا واحد ربنا خلقه موهوب في الرسم، طب انا ما عنديش فكره، يعني خدت بالك انا ظلم كده، ما فيش تكافؤ فرص، خدت بال حضرتك؟ انما كان ليه بيدوا الانشطه التربويه؟ الانشطه التربويه لان هي ديت اللي بتخلي الانسان. انت لما ما عادش في السينما العالميه بتطلع افلام رومانسيه وبتطلع افلام ضرب ومصاصين دم والاحياء اموات والكلام ده كله، العنف اللي في العالم شكله ايه دلوقتي؟ لما كانت في افلام رومانسيه كنت بتلاحظ طلع تاني، طلع السينما المصريه افلام رومانسيه اخلاقنا هتتغير. ما انت ما هي كده، انما لما طلع لك عنف فانا بطعمك بالعنف، بديك العنف تطعيم ليك عشان تبقى عنيد. الطفل اللي عنده 16 سنه وهو طفل لغايه 18 طفل اللي قتل المدرسه بتاعته بالسكين، وكيل النيابه بيساله قال له عايز اعيش اللحظه. هو ده اللي شايفه حواليه المناخ اللي هو ده انا من ده اتفطم اتاري والكلام ده كله. ما هو خلاص انت حتى صعب السيطره، انت صعب السيطره على اولادك، كف في ايده ده في بلاوي سوداء لان دايره العنف ده قدامهم في كل حاجه، في اللعبات حتى كلها عنف. فاحنا يعني حضرتك بتتمنى يرجع الاهتمام تاني في الدوائر الدراسيه كلها في مصر في المناطق التعليميه وكل الهيئات الدراسيه والتعليميه بالانشطه المختلفه الفنيه والثقافيه كلها. انا ممكن بقى في ده يعني يرجع تاني قصور الثقافه، لازم ترجع تاني بجد، ترجع تاني، لازم ترجع تاني ان قافله قصور الثقافه دي موجوده في الاقاليم لها دور، لازم ترجع القوافل الثقافيه تاني تروح تنزل الكوره والنجوع والكفور، لازم ترجع ده يا جماعه، لازم نرجع ده. بالنسبه للرياضه انا شايف ان الرياضه في المشي والكلام ده كله، ما حدش يقول لي في خارج القاهره في المحافظات لا 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 انت عندك حتى لو في زحمه عندك مساحه تمشي. انا بقول لك مش طالب منك حاجه، هتمشي بطلب منك يعني في البرنامج اللي معمول لك ده من جاري وماشي وشال التمرينات بتعمل ما عندكش حاجه. حتى عندنا هنا يا عم خلاص وانت راجع، انت رجعت انزل بدري شويه من الميكروباص وبلاش تركب التوك توك ولا بعد ما نزلت المترو وامشي شويه دول، خلي في مساحه مشي يوميا. ده انا للكبير، الصغير بقى انا بعمل له ده في المدرسه ببرنامج هيشوف هو نتائجه بعد سنتين ثلاثه. لا طبعا اللي حضرتك بتقوله صح، انه في المحافظات والاقاليم المختلفه مش هتبقى مشكله الحركه موجوده زي ما هي في المدن المزدحمه. ومع ذلك اللي احنا عاملينه في المدرسه ما فيش اي عقلي، واي حد هيقول لي في عقلي نيجي لموضوع التغذيه، لان البعض برضه يقول لك الله انتوا بتتكلموا عشان انتوا قاعدين بتاكلوا تشتري. لا انا هقول له لا بالعكس، ثلاث ارباع ايه 99% من الاكل اللي بياكلوه في المدن غلط. انا النهارده لو حد ياخد باله بس هي محتاجه برضه ده دور اعلام وتوعيه. يعني انت النهارده مثلا في حاجات بتاكلها غاليه عشان مش عارف تدوب دهون ومش عارف ايه، تتخيل اسمه ايه بتاع ده الكبير ده الكبير من افريقيا اسمه اللي بيتعمل علب اناناس ده بيحرق. انت عارف ان الجرير احسن منه؟ عارف ان الرضيض دي كلها حاجات بتطلع، الرضيض ده بيطلع شيطاني مش بالزرع، ده بيطلع شيطاني في الغيط، يعني ميسر لاهالينا في حتت وبيتباع في السوق ورخيص، قيمته الغذائيه عاليه جدا بس ما حدش واخد باله.
عارف انت النهارده الرغيف الناس تجري عشان تاخد الرغيف الابيض. ايش طيب العيش البلدي افيد مليون مره. مش الابيض ده البلد الابيض بقى ده انت خد بقى السن اللي هو اللي محطوط عليه رد اكتر. فاحنا محتاجين ترامب يعني الرئيس ترامب في العادات التغذيه. ما احنا كمان لازم عادات هو كمان كويس قوي ان حضرتك اتكلمت في النقطه دي لان احيانا في ناس لما بتسمع ده بتقول يا جماعه احنا في عالم عشان ناكل ولادنا طب محدود الدخل فكر في الحاجه اللي تكلفتها اقل فهيحمر لهم بطاطس في حاجات مش صحيه وبتزود الوزن لكن اللي مرتاحين ماديا والمثقفين يقدروا يروحوا ياكلوا او يكلموا عارف البطاطس اللي بدل ما يقليها بدل ما يقليها يا يسويها على البخاري الحل لو مصفى واتحط عشان اقول وسوى على البخار يقول لك ايوه لا يا عم ده المصفى تحط على حله وتتعمل بخار تسوي بخار او في او في الفرن وعلى البخار وتتاكل ثلاث ارباع المشاكل بتاعتها اقل بسيطه البدنجان يعني مش بالضروري حضرتك بتضد ربط الناس دايما بالقدره الشرائيه بس عشان بنمط الحياه الصحيه هيطلع ناس اللي هيزيد بقى واللي هيطلع يعني لا يا جماعه لازم نحس ان ده خطر حقيقي اللي كاره بقى والكلام ده ما فيش فايده فيهم لو مسكت له ميه تجمد هو كاره وهيقعد يعني ده مالوش لازمه اصلا انما احنا لازم متفاهمين الكلام نفكر دايما في حلول والمسائل الامور اللي زي ديت لازم تبقى بجد من الحاجات اللي عايزه حمله قوميه يعني انا نفسي لان هي بدايه المشاكل من زياده نفسي ان انا اخد قرار بعد ما اعمل برنامج لطلبه الجامعات اعرفهم ايه الحكايه في حكايه زياده الناس ايه الخطر ده ايه خطره على صحه الام وخطره على البلد ايه وخطره على التنميه ايه وان ده مش صحيح انه انه انه, إنه ضد كله طلبة الجامعة بعد ما يبقى في توعية لكلهم أقفل الجامعة شهر أكتر قوة مؤثرة شباب وثانوي شهر وينزلوا في أحياء والكلام إن يتكلم وحتى في موضوع الرياضة هو ده إيه يا فرحتي ما شهر إيه اللي ضاع منه ما يزيد الشهر ده في الأجازة بس ينزلوا يعملوا ده. طيب هل محتاجين برامج التغذية أو برامج اللي بتقدم طريقة إعداد وجبات مختلفة للأسرة المصرية إنها تراعي اختلاف الطبقات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية عشان ما تبقاش كل يوم بتقدم حاجة مكلفة جدا فالأسرة تقول لهم يا جماعة قدموا اللي يناسب اللي عمل المشكلة دي برامج الطبخ اللي في التلفزيون بقى دلوقتي بقى أهم ما هي دي اللي بتكلم عنها ما هي دي اللي عملت المشكلة كلها لأن واحد بيتكلم لك في حاجات طب أنت عايز تنط في التلفزيون تجيبه يعني نبطل شوية عشان بقت حتى الإعلانات مستفزة وفي حاجات مستفزة وما فيهاش مراعاة مبالغ فيها قوي يعني كأن يعني حاجات مفرعة إنما أنا النهاردة أساتذة التغذية أنا ليه أساتذة التغذية لو بيحكي إيه الحاجات إيه الحاجات اللي قيمة غذائية عالية جدا ومتوفرة وموجودة وأصل ربنا سبحانه وتعالى عادل وجميل ربنا عادل وعارف إن هيبقى في ناس معاهم معاش ما يعرف والتغذية دي حاجات كل حاجة لها حاجة تانية وبعدين تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام كان بياكل اللحمة كل 40 يوم لأن إحنا لو أصلا أكلت لحوم كان طلع لنا نياب ده اللحمة أكبر خطر بس إحنا مش واخدين بالنا يعني انا عايز اقول ما انت عندك البروتين ده تاخده من 200 الف حاجه تانية هو في حاجات ضررها اقل من الكوليسترول اللي يعني ارتفاع يعني الكوليسترول بتاخد اللي سبع ساعات هضم يا محمد في صعبه في كل حاجه وبعدين احنا عادات غذائيه بتاعتنا حضرتك بتقول في يعني اكل او اغذيه تكلفتها اقل وافيد للجسم الناس بس تعود نفسها كل على ما تبعد عن اللحوم وعلى الكلام ده كله ما يبقى الجسم احسن ده حكمه ربنا كل ما تاخد خضروات مش البسله الخضروات يعني الفجل والجرير والحلبه والحاجات والخاص كل وحتى لو حضرتك قلت كمان التنوع في طريقه الطهي نفسها طريقه طبخ الاكل اللي تخلي الامور مناسبه ما يبقاش طول الوقت الحاجات اللي فيها الضرر الاكتر زي الحاجات اللي بتتحمر دي اكتر حاجه مضره على الجسم واكتر حاجه بتسبب زياده وزن سهل جدا الناس تغير بس من نمط شويه فده البرنامج التوعيه الطفل هيعرفه والطالب هيعرفه وهيبقى عارف هو ياكل ايه ويشرب ايه ومع الوقت انا مش معناش عصايه سحريه هنعمل كده الولاد حبوا كويسين كده طيب القطاع البطوله مميز جدا في مؤسسات كبيره في مصر والعالم العربي في مقدمتها النادي الاهلي هو الاميز على الاطلاق والاكثر اتساعا نشاطه في قطاع البطوله سواء كره قدم او اي رياضه تانية ولكن النادي الاهلي في اطار شغل المجلس الحالي بقياده الكابتن الخطيب وبرنامج عائله الاهلي هم حريصين على ايجاد انشطه مختلفه تناسب كل الاهتمامات وفئات وشرائح عمريه مختلفه داخل النادي ثقافيه وفنيه وكل شيء هل حضرتك شايف ان الانديه في مقدمتها النادي الاهلي ممكن تلعب دور في المجتمع المصري في تفعيل نشاط الرياضي اكتر واتساع دايره النشاط الرياضي مؤكد انا لما حضرتك تعمل احصائيه نيجي نشوف مثلا اي نادي عدد الاطفال اللي هم من 8 مثلا او من 6 سنين لغايه 14 مثلا هتلاقي عدد كبير جدا بنتكلم في عدد لوكشه كبيره كم واحد من دول بيمارس رياضه انا ما بكلمش سيبك من الفرق الرياضيه بيمارس رياضه بيلعب بيتحرك وبيجري وبيعمل ده
احنا بنتكلم في 3 في الألف 4 في الألف. مشكلة الأندية أو العتل على الأندية الكبيرة الأهلي والزمالك اللي عندها بطولة وكلام ده كله عنده مشكلة وإشكالية، عنده فرق واهتمامات وكلام ده كله، إنما الأعضاء وولادهم وكلام ده كله المؤكد. وأنا في برنامج الكابتن الخطيب كان موجود بالنسبة لعائلة الأهلي وحتى قسم حاجات وحتى المعاقين والكلام ده اللي هو كله ما يتعلق بقطاع الممارسة بعيدا عن احنا قطاع نتكلم نرجع الممارسة تاني بحيث إن أنا يبقى أنا النهاردة ده شغل بقى ويبقى أنا في عندي حد ده ما حدش بيعمل ده لغايه دلوقتي خلينا نبقى صراحه، انما انا ازاي ان انا احرك. والاول اللي عايز اقول على حاجه دايما لما نيجي نقول ايه، لو احنا عايزين نمحي الاميه، لو انا عندي 100 واحد امي في مصر طب في المراحل السنين ايه، فانا باخد الولاد اللي هم ايه لو عنده 10 و11 ده ليه اولويه قصوى ان ده اللي هيعيش اكتر، الاخراني ده حتى لو مش مشكله اللي كبر ده. فانا لما اجي للممارسه دلوقتي انا ههتم جدا بالولاد اللي هم مش في الفرق الرياضيه ومش في اي حاجه، ازاي اخلق له نشاط. الغلطه اللي هتتعمل انا بشوف اقراها لك مستقبلا، انا برضه عايز العبه كوره او باسكت، لا 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 ده انا بعمل له برنامج رياضه تاني خالص اللي هو ده. ويمكن في نادي المعادي بيتعمل حاجه زي ديت اللي هي جايه من فكره التيلي ماتش، برنامج بيأدي فيه كل الحركه اللي هي بتبني الجسم وتعمل لياقه بدنيه وتعمل الكلام ده كله مش في لعبات وفاني والكلام ده كله. فانا لما اجي انا النهارده لو فرضنا بنتكلم على الاهلي، انا باجي اعمل مثلا في النادي الاهلي 20 30 فريق، الفريق مثلا ممكن يبقى مكون من 200 250 300 واحد، ومراحل سنيه بشترط فيه مراحل سنيه من الصغير من 6 ده لغايه ما فوق 60، يبقى من اللي فوق دول كذا. كل شريحه لها مسابقه، لها عدد، لعدد عدد عدد بيمثل، ومش هاخد فيهم اللي هم فرق رياضيه وبعمل له مجموعه اللعبات دي مثلا نشاط، وده بيتعمل في الوقت اللي انا عشان انا عندي مشكله ان الملاعب مشغوله 99 ساعه في ال 24 ساعه الملاعب هنشوف حل للمساله دي. انما انا انما المبدا نفسه ان يبقى في توجه لممارسه الاعضاء الرياضه حتى اللي مش وهبتدي بالولاد الصغيرين اللي هم مصر بكره وبعد بكره، الكبار اللي عايزين اهلا وسهلا، انما نبتدي بالصغيرين يعني ونحاول نتوسع في ده زي ما حضرتك قلت على مستوى الاسره كلها. المشكله هي مشكله ان انا عازرهم هو طيب كيف نزكي الاتجاه اللي الدوله في الفتره اللي فاتت اتخذته بتوسيع دايره المنشات الرياضيه في مصر، الاهتمام اللي حصل بمركز شباب الجزيره والاتجاه لانشاء فروع اخرى، ده اصبح يا استاذ ابراهيم وحضرتك تعلم اكتر مننا بيستوعب كم من الاسر المصريه بامكانات مناسبه لهم، الاب والام موجودين في مكان في اوبن اير، في حركه، في هواء، في جو صحي، والولاد بيلعبوا رياضه سواء كانوا في فرق او لا، مجرد تواجدهم في النادي في حركه. انا عايز اقول او في مركز أنا الشباب انا يعني انا برضو عدد من هو مشارك في هيئات رياضيه سواء مراكز الشباب او انديه عدد قليل جدا بالنسبه لتعداد المصريين. مبدئيا احنا محتاجين من الدوله، انا زمان ايام الدكتور عاطف عبيد ما كان رئيس وزراء عملت حمله كبيره جدا واقنعت الحكومه ساعتها ان احنا نشوف الاراضي المتخللات بيسموها متخللات، المساحات بتاعت الدوله اللي ملك الدوله اللي موجوده في المدن، قلت لهم يا رب 10 متر في 5 حته قد كده بعد تقسيم معين بقت موجوده، هي متاحة. موجوده خلاص موجوده ومركونه يا مرمي فيها زباله يا حاطين فيها عربيتين بتوع الحي يا وحصروا الكلام ده كله. وطبعا للاسف وكنا عايزين نعمل دي ملاعب مفتوحه لاي لعب في كل اللعبات، يعني الحته الصغيره احط فيها ابني فيها ترابيزه تنس طاوله مش هحط. كان ايه رد الفعل الكلام هم عملوا؟ ما انا هحكي لك وقفت فين، ما احنا برضه عندنا حاجات غريبه عملوا وحصروا فليه اراضي كتيره جدا في المدن موجوده على كل المحافظات، وده موجود في مجلس الوزراء على فكره، ممكن يبقى اتغير شويه انما موجود، لكن الحصر ده او نعمل تاني ده. لما قلنا نعمل ملاعب ده الخناقه، طب البتاعه دي بتاعت محافظه القاهره هتبقى ملك مين؟ واتخانقوا ووقفت، واخد بال حضرتك؟ فانا لا اقصد انا محتاج بقى ماليش دعوه بالخناقات ولا حاجات، احنا محتاجين على الاقل دلوقتي مش اقل من 2000 مساحه ارض اللي هي مساحه الهاندبول دي في جميع محافظات مصر، في مساحه الملعب اللي في الصالات المغطاه، الملعب ده اللي هو متعدد الاغراض، بتكلم على 30 في 50 30 في 60 متر ده، وديت المساحه دي بيديرها موظف من الجهه الاداريه يعني عشان ما عملهاش مجلس اداره وبعدين يبتدي يبنوا لها محلات ويعملوا بوتوكات ونخش في خناقه ثالثه خالص، خدت بالك؟ لا 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 ده هي بيديرها ودي مفتوحه للممارسه، اي طفل في اي حته عايز يلعب يلعب، وده بينظمها ونعملها اشتراك رمزي. ملعب الكوره في مراكز الشباب دلوقتي
في كره مصر ونوع مصر وصلت الساعه ب 200 جنيه اصلا. صحيح، هل يعقل هذا الكلام؟ وده مش مناسب لكل الناس. وانا اعمل دليل ان مجلس الاداره عايز يعمل يعمل وبقت عشان سبوبه بقت حكايه. القصد من الكلام ان احنا محتاجين الارض. ما الارض طيب، هل فكره الباركس اللي موجوده في بعض دول العالم، حتى لو احنا تركيبتنا وثقافتنا لسه مختلفه وعندنا مشكلات محتاجين نعمل جميعا على حلها كلنا، البارك اللي موجود، الحديقة الكبيرة اللي الأسرة تقدر تقعد فيها، الولاد يتريضوا، اللي عايز يتحرك، اللي عايز يتمشى، اللي عايز يعني يجري أو يلعب رياضة بسيطة جدا يعمل بعض التمارين، اللي عايز يقعد يتغدى في المكان بس عايز يقعد في خضرة، هل ده أمر مستحيل في مصر ولا حلم ممكن يتحقق تدريجيا؟ بص، أنا عملت حملتين. واحدة كانت بتاع مركز بتاع مطار إمبابة، 220 فدان كانوا في امبابة، كان المطار الشرعي، الطائرات الشرعية اتنقل في العريش المطار واتبقى. عملت حملة كبيرة جدا ويعني علشان نعمل دي مجموعة ملاعب ودناير وتبقى دي متنفس وتبقى دي منطقة إخلاء، المنطقة زحمة جدا الحتة اللي هناك ديت، وتبقى في تفكير الحكومة بتاعتنا. ما احنا برضو حكومة عميقة لسه، ده الله يكون في عون الرئيس. والله تفكير الناس اللي موجودين والوزارة يعني غريب جدا. هو عنده ان الارض يعني اخر حاجه يفكر فيها، طب يا عم سيبها فاضيه العين ترتاح عليها فاضيه، يا عم هو البني ادم ده مش ليه حقوق. فشلت. هيبني فين بنوه عمارات، وما رغم ان هو كان يستطيع من المكان اللي فيه مطار امبابة لو مشي 3 كيلو على طول كده خط عمودي كده يلاقي الرمله بتاع الطريق الصحراوي كده، لو مشيت على الدائري كده على طول هيلاقي الرمله. طب ليه عملت ده؟ الحاجه الثانيه استاد القاهره، وكان في معمول كان طلع برضه في الكلام ده من 10 سنين ولا مش عارف امتى، قالوا هنأجر الاستاد وعايزين نعمل تطوير، والنهارده في صفحه كامله عن الاستاد ده هيتطور وهيتعمل فيه سينمات وكازونهات والكلام ده كله. معلش هشرح لك الموضوع ده لان لا بالعكس ده كلام مهم. احنا بنسمع استاد القاهره ده لما اتعمل الرئيس عبد الناصر جاب مهندس اللي بنى استاد برلين في الخمسينيات وعمل لنا نسخة بالكربون من استاد برلين. الاستاد ده في صلاح سالم من الشمال من ناحية من جهة الشمال، وفي من ناحية الجنوب الطريق اللي هو فين اللي عند المنصة والحتة طريق النصر وفي اللي عنده فيه جامع القوات المسلحة ده اللي في ناحية، والناحية التانية اللي هو اللي داخل على مدينة نصر ده اسمه يوسف عباس. كانت المساحه دي كلها المفروض ان هي دي تكمله هنكمل عليها بقيه المشاهد عشان نعمل هنا قريه اولمبيه. ده كل الملحقات بالاستاد ده زي البلان اللي في الاستاد ده كان ليه 23 بوابه. البوابات دي مش معموله فانتازيه ولا حاجه، حضرتك بتشوف الماتشات بتاع اوروبا بساعات بينقلوا من ملعب، يكون ماتش مهم بينقل الملعب فتلاقي الملعب فاضي وفاضل ربع ساعه على ما يعني بعد اللعيبه حتى ما اتمرن وطلع في الربع ساعه اللي هيخشوا فيها اوضه اللبس والرياضه في الربع ساعه ده البتاع بيتملي. ليه؟ لان كل مثلا 2000 كرسي ولا 100 دي الخطه اللي اتعرضت علينا. لا بوابه، لها بوابه، والبوابه انا لو البوابه دي بتخدم في المدرج 2000 كرسي مثلا يبقى في مساحه بره للبوابه دي تناسب سعه المدرج، تستوعب 2000 عشان ما يحصلش تكدس، عشان الله لا يقدر لو حصل اي حاجه ما يحصلش مشاكل. جينا احنا السيد الوزير المحافظ، ازاي المشروع كش بالشكل ده؟ السيد الوزير المحافظ اللي هو كان في القاهره بقى على مر العصور، حضرتك قدمت له طلب عايزين نعمل نادي الزهور. نادي الزهور ساعتها كان رئيس وزراء اللي عامله، كان رئيس وزراء في مصر، خدوا حته من الاستاد فراح مقفلين الاربع بوابات. عايزين نبني قاعه مؤتمرات، طب ما يا عم الناحيه الثانيه من طريق النصر كان لسه فاضي، ما تبني فيه ليه في المساحه؟ ما انت هنا لغايه ما توصل للغردقه ما فيش حاجه هتقابلك. قاعة المؤتمرات مش عارف ايه والكشافة ومش عارف ايه، اتبقت 3 بوابات. وعشان كده لما بيبقى في مشي في الاستاد بيدخلوا الناس من الساعة 1 ويقعد مربوط بالمشي هيبقى 9 لان كان المفروض ان الساعة بتاعته عدد البوابات غير بقى كده. تبقى مساحات ارض اللي بيعملوها دلوقتي بارك مكان انتظار للسيارات لما يبقى فيه ماتشات، والاستاد بقى له سنة ما بتعملش عليه ماتشات، هي دي المساحات ديت. فانا قلت كتبت هذا الكلام، وانا يعني انت برضه لك قدره انك تكتب محدش بيعبرك، تكتب محدش في الاخر بتزهد الموضوع يعني مش بتزهد بتمل. انا وقفتها ساعتها، وقفت المشروع اللي هو عايزين يعملوه دلوقتي. اللي باقيه دي عملت لها دراسه وشفت ده عملت لها دراسه لقيتها تاخد حوالي تعمل 150 ملعب خماسي تخدم منشيه نصر وتخدم شباب مدينه نصر. 150 ملعب وتخدم شباب
وانا مش عامل فيها اي حاجه لان احنا هنلعبوا على الاسفل. وكان عند حضرتك الارقام بتاعتها أيوة المساحه أيوة بشكل دقيق. ايوه 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 ده وده ومش حابب. ولما يبقى في منشات مش هنلعب. وانا كل حكايه عارضه بتتحرك والاسفلت ومخطط الاسفلت هو ده الموضوع كله. النهارده بيفرحونا انهم عايزين هو الاستاد معمول عشان يجيب فلوس ولا عشان يجيب يصنع بني ادمين؟ ما ده المفهوم. اذا كان المفهوم ان هي فلوس لا يا عم ده انت عندك حاجات تانية بقى بدل حمامات السباحه اللي في السد دي تحط فيها شويه سمك بوري وبتاع ده هتعمل لك قرشين كويسين. في ايه هنهزر يعني؟ هنا حضرتك اعتقد ان كلامك والمراره اللي ظهرت في كلامك عن ده بيتعمل تاني. ان حضرتك بتتمنى يبقى في اتجاه لدى الدوله للاستفاده من النص فرصه المتاحه لمساحه للرياضه ولا التريض ولا التنازل دي تتعمل. هل يعقل ان رئيس الدوله بيقول لي النهارده عايز اعمل ده ووقف وقال الرئيس ده في كل مناسبه ده بيتكلم في هذا الموضوع. فلما يبقى عندي ملاعب تخدم مجموعه شباب ما عندوش فرصه ان يعمل اي حاجه ومقول ان هعمل كافيهات وهي ناقصه كافيهات ولا محلات ولا نافوره وهي ناقصه وده ابعد عن الرياضه ابعد يا اخي عن المنشاه الرياضيه. والمنشاه الرياضيه المفروض ان المنشاه هو انا التعليم مستني منه مكسب فلوس ولا انا بكسب بشر بكسب لا طبعا بستثمر في البشر مش طب ما انا استثمر ده انا بقره وانا مش هكتب في الموضوع انا ما يعني هو الكلمتين دول هقولهم ومش هتكلم في ده تاني وخلاص بقى يبقى ده ما تقيل يعني لان انا وقفت المشروع اللي فات وكان المشروع كان فيه لجنه سياسات وكان هم موقفين يعني ايه حصل لي اللي حصل لي خدت بالك انا مش خلاص ما دام انتوا عايزين تخربوا رئيس الجمهوريه بيقول حاجه وهم بيخربوا من الناحيه الثانيه. طيب يعني النهارده حضرتك بتقول انه من اهم النقاط اللي حضرتك بتطرحها او بتقترحها على الدوله انه اعاده النظر في الحصر اللي تم في مرحله سابقه للاراضي المتخللات اللي هي متاحه وموجوده ومملوكه للدوله وممكن تستغل في الرياض ومساحات مهدره او مساحات بقى من بس يبقى في مركزيه للقرار تمنع اي جهه توقف لهم المشروع ده تقول لا والله ده تبع هنا المحافظه ولا الحاجه الثانيه بعيدا احنا عشان خاطر ولا وزاره كذا عايزين نلحق بسرعه نلحق بسرعه. انا علي حرب رهيبه دلوقتي وصلت يا محمد ده موضوع المفروض كلنا نسيب اي حاجه ونتكلم فيه موضوع المخدرات والولاد الصغيرين. لازم النهارده الولاد اكتر حاجه تنقذهم الرياضه. محتاجين مش اقل من 2000 مساحه في كل المحافظات يعني المحافظات اللي تطلع بشكل سلبي المحافظات اللي لها حظاير صحراوي اعمل فيها ما اعرفش اي طرق جديده بعملها يبقى انا عامل حسابي بعد حرم الطريق عامل مجموعه ملاعب ما فيش عمران ما دام في طريق هيبقى في ناس بابا ملاعب حييلي بس بعد الحرم اعمل ملاعب ومن دلوقتي بس محتاجين زي نترجم كلام الرئيس لان هو ده مصر. مصر مش هتنطلق الا باجيال قويه عافيه. احنا محتاجين اعتقد كلام حضرتك كمان بيحمل ضمنيا رساله لكل اسره مصريه وللمجتمع كله وللمسؤولين انه لو اذا لم يتم استيعاب الطاقه اللي موجوده في عمر المراهقه والشباب انه اما في مجال دراسه او مجال فني او هوايه بيحبها الولد او البنت وبيركز فيها وينمي فيها طاقته او رياضه ما او نشاط ما ذهني او حركي او ابداعي ده بعد كده بيخرج بشكل بيولد بقى عنف وتجاوزات وكل موجود بتدمر الانسان واحيانا بيدمر مجتمعه كمان او محيط اسرته على اقل تقدير. طيب هنتكلم عن كمان بعض المانشيتات احنا عايزين نستعرض مع حضرتك ومع زملائنا في فريق العمل واسره اعداد البرنامج في مانشيتات كتير لحضرتك عايزين نسترجعها مع حضرتك ونقول ونتكلم عنها ونشوف ابرز المراحل اللي حضرتك مريت بيها في كتابه هذه المانشيتات. لو حضرتك بتقسم مرحله كتابتك على مدار اكتر من 12 سنه في قضيه رياضه في مصر وربطهم ببعض حضرتك بتشوفها كم مرحله هل كلهم هو الفكره كلها ايه؟ انا لم انا طلعت من القوات المسلحه سنه 75 هنا عن مدارس المتفوقين رياضيا دي مرحله من المراحل حضرتك كتبت عنها كان الموضوع ده عن مدارس المتفوقين رياضيا ودورها ما هو هنا مش واضح قوي على الشاشه بس انا كمان بتابع مع زملائنا في فريق العمل المحتوى نفسه للمنشط الحمد لله لان هنا الشاشه كان مش واضح بالنسبه لنا فيه هو هنا الموضوع ده اللي حضرتك بتتكلم فيه عن دور مدارس المتفوقين رياضيا واذا كان ممكن يبقى لها دور مؤثر في المجتمع او بتطالب بعودتها او اهميتها المتفوقين رياضيا انا خدت الموهوبين ده الموضوع بتاع البطوله وده مش موضوعنا ده موضوع البطولة ومش موضوعنا دول الموهوبين المتفوق رياضيا ده موهوب ده موضوع بتاع البطولة احنا بقى في اذا قلنا اعتبرنا لو في عندي 1000 واحد بنبقى عندنا 100 منهم في البطولة انا بقى 900 احنا مشكلتنا 900 احنا مشكلتنا في المدارس ال 2200 في المدارس دول لما نطلع منهم كلهم هيطلع موهوبين منهم هيطلع 1000 2000 انا النهارده بتكلم احنا عندنا 22 مليون
انا عايز بقى ال 21 مليون التانيين، هو ده قضيتنا. ده مفهوم، ده طبعا الامر هو ده اللي هو الاشمل والاهم. المدارس الرياضيه كانت فكره عظيمه وافسدناها بعد فتره، بقى بيجي السيد الساده بقى ما خلاص بقى ما هي المساله مدرسه فيها نظام وفيها كلام ده، فابتدت يبقى في تكالب عليها، فيجي واحد ساحب بقى جايب توصيه ما من ما واخد ابنه ولاده كلهم يبقى عندهم مش ولاده هو لا واضح من الشكل انه مش متفوق، هو ده متفوق في الاكل يعني، هو واضح انه يعني بطل في الاكل، خدت بالك؟ وماله ده الواد ده ماشي، فالواسطه تقضي على الهدف من المدرسه دي. خلصت المساله خلص. المدارس العسكريه انا بعتقد اكثر يعني انضباط فيها هائل جدا، الكلام ده في كلام بس محتاجه ان البرامج بتاعتها يعني زي ما بيقولوا يعاد تقنينها او يعاد تاني، احنا محتاجين. هل حضرتك سمعت من قاده ومسؤولين في يعني قيادات في الكليات العسكريه التابعه للجيش المصري او كليه الشرطه اكاديميه الشرطه انه فعلا بيبقى عندهم يعني حاله من عدم الارتياح لكم الحالات اللي بتتقدم اللي هي مش مبني الجسم بشكل سليم؟ لان حضرتك كتبت ده في المقال الاخير. ده مساله مزعجه، اصل ده بيخليك النسب والارقام انا يعني. النهارده ده طب انا خدت من دول الافضل من دول خلاص، طب ما هم دول مطلوب منهم انها هيواجه الحياه في الانشطه الاخرى، ما انا مطلوب منه انه يلائق بدنيا يبقى عنده لياقه بدنيه. هو منزعج من الفكره ان طبعا ده عامله ازعاج شديد جدا يعني، ده هو ما كانش رئيس يطرح بده ويوجه بده ويكرر ده مره واثنين وثلاث، بس احنا كمان عايزين نسعى في الحاجات دي كلها. طبعا مساله مزعجه جدا. تعال بقى شوف ان الطالب لما تيجي انت حضرتك تفضلت نفسي كان يبقى في هم اداره التوجيه المعنوي تبقى تدي فرصه ان انا يوم تعمل من الحياه المدنيه ده ازاي حولته في 45 يوم اللي هم ال 45 دول اللي ما بيشوفش فيهم الاسفلت دول، ازاي حولته من الحياه المدنيه بقى مؤهل للدخول في الحياه العسكريه، بقى جاهز انه يبقى خلاص. ايه اللي بيحصل؟ انا من اول وجديد اشتغلت معاهم من اول وجديد في كل حاجه، هم بادئين معاه هناك من اول وجديد في كل حاجه، في النظام والالتزام والانضباط والبتاع والكلام ده كله، وخلاص بقى انت هنا في الساعه 10 وتصحى الساعه 5، نمت عدد ساعات الكافي اللي ربنا قال عليه، تعال لي بقى من 5 لغايه 10 بالليل تاني، تعال لي بقى في البتاع ده كل حاجه. فبتلاقي بعد ال 45 يوم الطالب لما بيرجع اهله ما بيعرفوش، حدوته تانية خالص. طب انا يعني عندنا تاريخ كمان حافل من الانجازات في عمليه ممارسه الرياضه، وكان لينا ابطال عالميين يا استاذ ابراهيم، حضرتك كتبت في ده كتير، تاريخنا في الرياضه والمنافسات العالميه زمان كنا دايما متواجدين على خريطه الرياضه العالميه بقوه، وعندنا يعني كان حتى الكليات العسكريه كان بيدخلها اشقاء لينا ضباط من دول عربيه شقيقه كانوا ولادها بيتعلموا في الكليات العسكريه المصريه. في رجل مسن الان هو ضابط من دوله عربيه شقيقه في القوات المسلحه لديهم على المعاش، بيقول بعد ما أهله شافوه في زيارة بعد ما دخل مع البعثة اللي بعتتها بلده لمصر، قال بفترة قليلة جدا قالوا له والله يا فلان صرت كيف الرجال، يعني قالوا له الجسم اتبنى وخدت الشكل، قال حتى خدت الشكل المصري بتاع في الوقت ده، بيتكلم طبعا فترة من 40-50 سنة، بيتكلم عن شكل بناء الجسم والتكوين الرياضي للمصريين في الوقت ده. فبيقول انتوا ليكوا تاريخ في ده، الراجل بيقول احنا فرحانين بالفترة اللي قضيناها وتمرنا فيها وتعلمنا فيها الأمور دي في مصر. انت عايز تعرف ما هو الناس بتزعل وله شأنه يعني يا شخصية رتبة، ما هو هو قال كلمة حق، كلمة الحق دي أهلي إخواننا عندنا البعض هنا اللي هم في النخبة والمش عارف إيه واللي هم قاعدين بيدينا ظهرهم دولت اللي هم بيتريقوا على أي حاجة ومش عاجبهم أي حاجة. طب يا جماعة أنا أنت بتزعل إنه كل حاجة بنقول القوات المسلحة تسند وسند، ده إشراف الله. ما هو الراجل ده أنا خدته قعدت صيغته الهرثله اللي عاشها في لما جالي من 18 سنه السنين لما بقى عن 18 سنه اللي فاتوا دول انا اللي كان ماشي اهو اللي كده، بس قعدت صيغه المساله دي كلها. انا النهارده ده لما قعدت صيغته انا في حته واحده، الرئيس بيريد ان تكون اعاده الصياغه في كل حته عشان يبقى انا عندي في كل مؤسسات الدوله نفس الخامه دي، هو ده المطلوب. نقدر نعمله؟ نقدر نعمله والله. وفي ناس كمان بتطرح ده، بس هرجع للمنشد ده الاول، كان قدامنا صوره ثانيه مكتوب عليها العنوان اللي حضرتك كتبته انفجار الامل. انفجار الامل، حضرتك هنا كنت بتتكلم امال صناعه الابطال امام صناعه الابطال، انفجار الامل امام صناعه الابطال، هل حضرتك متذكر المنشد ده كان عن اي قضيه تحديدا؟ لا والله انفجار الامل واضح ان هم دلوقتي بيستعرضوا منشدات كتيره لحضرتك من فترات سابقه، يعني اشاره للمشاهدين على كم القضايا الرياضيه اللي حضرتك تبنيتها. هو في النقطه اللي احنا لنا تاريخ، بس كان التاريخ محصور في 3-4 لعبات فرديه على راسها رفع الاثقال، واحنا عملنا في رفع الاثقال من اول من دوره من 28 من اول دوره من شاركنا فيها في 28
كان فريد سميكة أخذ في الغطس وهي دي المرة الأول ميدالية وآخر ميدالية، بعد كده رفع الأثقال قعدوا معانا في الفترة دي كلها لغاية ما وصلنا لأوائل الخمسينيات الأبطالنا، كنا أسياد الحديد في العالم. يعني النهاردة أنا عندي محمد إيهاب يستطيع أن يعيد هذا المجد تاني مع ملاحظة أن حصل ثورة تكنولوجية في التدريب والكلام ده كله. إنما إحنا عندنا أهو بطل زي ده بدأ مؤخرا يبقى فيه اهتمام من بعض الشخصيات المصرية بيه لدعمه، لأنه اشتكى وقال وكتب على تويتر أو على فيسبوك بيقول مش معقول يا جماعة اللي أنا بحققه كأرقام لنفسي والمصر كرياضي مصري وإنه عنده مشكلة في التمويل والرعاية ومش لاقي راعي. ومؤخرا بدأ يبقى فيه التفات من بعض الشخصيات المصرية، يعني عشان ما أقولش أسماء بس إلا ما أتأكد من المعلومات، لكن فيه التفات لدعمه. الغلاف ده كان غلاف الأهرام الرياضي، فانا قلت يا جماعه انتوا حرام عليكم، كان هو الغلاف بين الكتب فيه اظن موجوده تحت ده الافراج عن المواهب من سجن المناهج. ده ابني ما خدت صور، ما كنتش هلاقي حد يصوره. ماندو اللي هو كان لعب في النادي الاهلي وهداف الناشئين وفريق كبير. طبعا انا عارف في السن ده هو كان ابتدى يلعب. فانا اكتشفت ان هو في السن ده ولسه يعني يا دوب كان لسه في الكي جي 1 ولا في البتاع ديت وبيدولهم هوم ورك. ايه التخلف؟ هو في ايه يا جماعه؟ ده انا المفروض الست سنين الاولانيين دولت يبقى بديله العربي ومبادئ الحساب والباقي انشطه رياضه وانشطه في الست سنين. ما انا عندي ست سنين تانيين اعدادي وثانوي بديله اللي انت عايزين تدوله فيه. هل يعقل؟ فهل النهارده الكتب دي؟ وبعدين انت لما تشوف كان في السن ده مش قادر يشيل الشنطه كم الكتب اللي عنده. في ايه يا جماعه؟ واحد هيطلع هياخد دكتوراه مثلا وطوله متر و30 سم ده هياخد دكتوراه مثلا؟ يعني ولولا بقى انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لولا ان انا المساله دي قلت له لا خد رياضتك العب بقى انت، يعني خد ممارسته. انا ولادي مايو ورشا كان منتخب مصر سكواش ومنضوا في الكوره ووصلوا للمستوى اللي انا شخصيا انا ما كانش هم بيمارسوا، ما كانش عشان خاطر يبقوا ابطال، انا كنت عايزهم يمارسوا يلعبوا رياضه يبقى عندهم الثقافه دي ممارسه الرياضه. كنا نتفوق ده موضوع تاني. اللي انا اقصد اقول ما هدي كارثه لغايه دلوقتي المناهج الدراسيه. بس انا شايف طبعا في امل كبير مع الدكتور طارق شوقي الحقيقه وزير التعليم، لا هيتنسف المناهج دي دلوقتي مناهج بحث ومعرفه، مفيش حفظ بقى. طيب ما احنا متوقعين دكتور طارق او اي مسؤول في مصر بيحاول او يبادر بالتغيير للافضل والتطوير انه هيصطدم بمافيا مستفيده من الوضع الحالي اللي دايما بتفرمل اي نوع من انواع التحرك للامام. يعني ما هي الممارسه اللي بيوقفها المافيا بتاعه المنافسه، هم اللي موقفين دي، هو مصالحهم هنا، هم ما يعرفوش بعض، انما مصالحهم اللي معرفاه اللي هي بتتلاقى اللي هو بيرفض اللي عايز دايما الرياضه كلها تبقى مختزله في المنطقه دي بس ونايمه كده حته حدوته كده مكوشين عليه. لما تيجي النهارده يجي الدكتور طارق ونتكلم على خلاص بحث ومعرفه. انا ما بيحفظش، هو يروح يدور ويجيب المعلومات. ده ايه ده؟ اضافه ماده التربيه الرياضيه للمجموع، ده برضو من المانشيتات اللي احنا تابعناها. ده اللي هو الموضوع اللي انا قلت حضرتك طبعا اهتميت بمتابعته قبل ما نجري هذا الحوار. المدارس الخاصه بترحب باضافه ماده التربيه الرياضيه للمجموع، والمدارس الحكوميه في مأزق. حضرتك شايف الاشكاليه ده تحقيق مكتوب؟ لان هم مش فاهمين الموضوع. لا مش عايز هتقول لي الملاعب وانا عندي الملاعب لا كفايه. ها يعني انا عايز اقول لهم لا مش ده الموضوع. الموضوع النهارده مش اللعبات دي هيبقى بيمارسها بقى ممكن بقى ساعتها يبقى انا بدي يوم في الاسبوع او يوم كل اسبوعين افضي فيه الغسل الولد يروح يلعب كوره واعمله اعمل له كل شهر سباق ضاحيه على قد سن، ممكن اعمل له في الاول في السن الصغير ده سباق ماشي في الصغير ده ترجمه، انما الماده ان انا اربي له عضلاته والحاجات والتمرينات اللي هياخدها، لان التربيه البدنيه كلها مجموعه تمرينات مش عايزين مساحه. فما يقولوليش الخاصة لا 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 هتمشي على الكل، بس هم يسكتوا. المهم بس ونتمنى ان حضرتك تكون معانا في الرأي ده، انه بعض الخبراء ما يحولوش الامر لمجرد كتاب وفي نهاية السنة يبقى فيه امتحان نظري معلومات عن الرياضة والولاد يحلوها نظري. يعني دي هتبقى كارثة. لو كنت عايش بقى انا وهم بقى وهنروح انا اروح طورة هم او اروح مش هسيبهم او اروح في اي حتة، انما هتبقى كارثة فعلا. هيبقوا بينسفوا المبادرة من اساسها. لا 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 يعني لا مش هيحصل ده. انا عايز اقول على حاجة، طالما ان الرئيس مش عشان ان احنا مستنيين كل حاجه الرئيس يقولها، انما هو الرئيس يعلم خطوره هذا الموضوع طبعا. والرئيس كان عنده مكمل ما هو على الراجل ده اللي عنده كهرباء ولا عنده ميه ولا عنده سكك ولا عنده طرق ولا عنده عله ولا عنده وعنده ارهاب وعنده كلام. ليه الوقت اللي احنا نتكلم فيه في ده هتيجي تطرح كل موضوع بيطرح بتلاقي ناس على طول ضد اللي هم اللي انت عارفهم ده. لا ده خلاص ده واخد موقف معادي ولا يلقي بالا لده وهيتنفذ ده، واللي هيحاول
انه يعطل ده ولا اي حاجه هو ما يقدرش انه عارف ان رقبته هتيجي يعني. خصوصا ان هيبقى في نظرا لان في قرار ومظله من الرئاسه ومن الاراده السياسيه اللي اعلن عنها رئيس الجمهوريه شخصيا انه بالتبعيه هيبقى فيه اهتمام من كل الجهات التنفيذيه ومن المؤسسه التشريعيه في مصر مجلس النواب، فالامر هيتم استكماله بخطوات رسميه سريعا جدا. ده ترس التربية البدنية أو اللياقة البدنية للشعب أو للشباب، ده ترس من تروس بتاعة مصر تقوم. المكنة مش هتشتغل والترس ده مش موجود. هو كان بيكمل الحاجات الصعبة اللي عايزة فلوس جامدة واللي عايزة كذا وبيع، فعمل كمية المشروعات الهائلة 8000 مشروع يا راجل أنت في 4 سنين 8000 مشروع، دول بقى عايزين المواطن القادر أن يعمل ده. أنا بحضر الأجيال ده، فمحدش يجي يحاسب حد يقول لك طب وكنت فين؟ هو هنحاسب؟ احنا عندنا 40-50 سنة كنا في البلالة قاعدين ولا حاجة ولا اهتمام ولا رقر. المدارس راحت وده راح وده ومشاكل كلها جت اتشالت ويحل يا باشا. فهو بيحل، هيجي بقى حد تاني من دول كلهم ما اعتقدش ان حد يعمل له ده. طيب اول خطوة حضرتك بتتمنى انها تحدث في الايام او الاسابيع القليلة القادمة انطلاقا من هذه المبادرة اللي اعلن عنها رئيس الجمهورية، ان اللجنة اللي هي معمولة برئاسة الدكتور كمال درويش اللي هم مستشارين السيد وزير الشباب والرياضة تحط الاسس بتاع المنهج ده، ومتى ما اتحطت الاسس بتاع المنهج ده عشان نغير فكر الناس ونفهمهم انهم مش رايحين يلعبوا كورة. اللجنة اللي اعلن عنها الدكتور كمال لا ولا السيد وزير الشباب بتحط اللجنة دي مع لجان اخرى مع اي حد تاني يعني بالتالي عايز يتقدم للسيد وزير الشباب والرياضة ان هو اللي معاه الملف. انا بعتقد ان التربية والتعليم والسيد وزير التربية والتعليم والسيد وزير التعليم العالي استركوا المسألة للسيد وزير الشباب، وبتعمل لنا دلوقتي من دول. وأنا بقول برضو من هنا إن أي حد عنده أفكار، لأن في ناس ممكن اللي بيسمعوا ده اللي بره عنده أفكار كلام، وده إحنا مش بنخترع على فكرة، مش هنصنع لسه حاجة، ما موجود بره، إحنا في المدارس بتاعتنا. طيب المدى الزمني اللي حضرتك بتتمنى أن يتم فيه وضع هذه الرؤية يا باشا حتى تعرض على يا باشا السنة العام الدراسي الجاي دي تتطبق، بس أنا بطبقها سنة عشان برضو عشان ما تحصلش سنة بطبق السنه ديت ان انا بعمل فيها ان ممكن فيها بعض التعديلات او بطبق ترم واحد سنه 3-4 أشهر عشان احط المعايير. هو حتى تتعمل معايير بس بطبقها. يعني التمرين ده لما يتعمل قد ايه ياخد درجه قد ايه، مش عارف ده بقى ايه قد ايه، ده بتتعمل الحاجات دي كلها، الحاجات اللي هتبقى عايزه ادوات بسيطه في المرحله الاعداديه والثانويه، ادوات ان يقدر كل طالب يعملها في بيته. في سؤال وانا بسمع حضرتك دلوقتي برضو فكرت فيه، انه الكوادر اللي هتتدرب على هذا البرنامج حتى تنفذه مع الطلبة والطالبات في المدارس، أعتقد أن ده موضوع مهم. أنا عندي 27 كلية تربية رياضية، عندنا النهاردة طلب كلية التربية الرياضية يقدروا يعني أنا يقدروا يعملوا ده. صدقني يا محمد نقدر نعمل ده والله. لا احنا بنفكر في كل الجوانب. انا بقول انا محدش ابدا ممكن. انا عايز اقول لك حاجه، بعد الحاجات اللي اتعملت بعد حفر القناه اللي كانت تتحفر في 3 سنين اذا خلصت في 3 سنين تتعمل في سنه، بعد الكهرباء اللي كانت مشكله المشاكل تتعمل، بعد كل الانجازات اللي بتتعمل دي نثق في قدراتنا. احنا قدراتنا في مقال اللي انا اللي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي بقول ليه لا وليه لا ديت جت لي من يعني جت منين، لان انا اتربيتها بقى عمليا. دي كانت في ما احنا دخلنا دخلت الجيش 68، فانت النهارده هزيمه رهيبه وكذا وكذا والرؤيه قاتمه جدا، فانت كان فكان وليه لا اداه اللي اتعلمناها وليه لا ما نكسرش عظمهم، وليه لا ما نعملش، وليه لا اديه عملت راس العش، وليه لا اديه ضربت ايلات، وليه لا اديه ضربت الحفار اللي كانوا بتنططوا بيه المخابرات العامه جابت رقبتهم والصعقه البحريه نسفوا كل بطولات حرب الاستنزاف وكل احنا خلينا كل ايام الاسبوع حزينه عليهم. انا بتكلم فليه لا ما نعملش ده، وليه لا ما نبقاش عندنا البتاع ده، ما هو معمول في روسيا من الاتحاد السوفيتي من 1931 ومن ايام الرئيس ايزنهاور معمول، ده مشروع اللياقه البدنيه، ده مشروع دوله. اصل ده بدون اللياقه البدنيه انسى، بس احنا سخفنا المساله لما فكرنا وبقى عند الناس كلها فاكرين ان الرياضه هي الكوره. مع احترامي للكوره انا مش بقلل منها، ده نشاط ترويحي بيسعد شعب وبينكد على شعب، مع احترامي للكلام ده كله. لا والنشاط الرياضي الاكثر رواجا وربحا في العالم كله، يعني الرياضه ناجحه ده موضوع تاني، انما انا لكن ده ما بيتعارضش مع نطلع من خلال مشروع لعيب الكوره بجد. احنا اللي عندنا شبه ما تيجي نطلع لعيب الكوره بجد بقى. لما يبقى الولد ده من 6 سنين ابتدى ياخد لياقه بدنيه وتمرينات وتاسس ده هيبقى حاجه تانية، هو عنده 12 سنه وبيلعب كوره. ربنا احنا في 6 سنين وحياه ربنا في 6 سنين نقدر نبقى زي البرازيل والمانيا في الكوره بس نشتغل صح.
يبقى حضرتك بتتمنى اول حاجه هي الانتهاء من عمل اللجنه اللي هتضع دوت تتعمل تعلن بقى ويبقى في توضيح وبعدها تبدا عمليه المناقشه مع مجلس النواب عشان خاطر يبقى عارفين بيعملوا ايه. بس انا يعني اتمنى ان الساده مجلس النواب يبقوا عارفين ان الموضوع ده احد اخطر واهم المشروعات الحقيقيه اذا كنا عايزين مصر تقوم. طيب لو اتحرك مجلس النواب وان شاء الله يبقى في تحرك وهذه اللجنه وضعت الرؤيه وتم مناقشه الامر وفي مظله كمان في تغطيه كافيه للموضوع بوجود اراده سياسيه لدى النظام الحاكم بتفعيل هذا الامر. ايه الرساله اللي حضرتك تود ان تختتم بها هذا الحوار للمسؤولين بشان المبادرات اللي حضرتك بتطالب بها وهي كثيره ومتاحه في مصر زي الاراضي المتاحه للملاعب وللبنيه التحتيه؟ انا بطلب من السيد بقول للسيد رئيس الوزراء باعتباره سيد رئيس الوزراء وهو في نفس الوقت وزير الاسكان يعني هو اللي عنده الاراضي بقول له عايزين اكبر عدد ممكن مساحات الارض التي نطلقها ملاعب فضاء في كل انحاء مصر. الناس هتدعي لك ده والشباب هيدعي لك دعوي. عايزين نفرمل حرب المخدرات اللي علينا، عايزين نساعد الرئيس في القرار بتاعه لان ده اساس. ما انا لما يبقى عندي ده يبقى انا الترجمه بتاعت البرنامج ده خلاص، لما يبقى في قرار المدرسه اللي في القريه بقى عنده 3 4 5 6 ملاعب اقدر اعمل له انشطه. حضرتك بتطلب ملاعب بسيطه، انا مش عايز حد الادنى. وبعدين على فكره مش عايزين ترتان. انا شفت في ايطاليا صاله مغطاه ارضها اسفلت، الاسفلت احن من الترتان على لو الولد يقع عليه ومن الباركيه يعني عايزين ملاعب اسفلت وتتخطط ويلعبوا. حتى المشروع بتاع اللياقه البدنيه اقدر اترجم له بقى لما الولد يعمل اللي يخش في اللعبات الثانيه او اعمل له اللعبات الثانيه يبقى في الملاعب دي. عايزين هذه الملاعب من السيد رئيس الوزراء، نشوف الموضوع المتخللات اللي باقي في المدن ناخدها اللي داخل المدن ده هيفيدنا كويس جدا، اللي هي ملك الحكومه وتبقى ملك لكل محافظه بس تبقى هيئه عايز المحافظ تبقى يتابعه بس يديرها. نبني ترابيزة تنس طاولة هنا. حضرتك عايز تحرك من كل من كلنا يمكن أن يسهم بدور في تفعيل هذا. احنا لازم كلنا هو يعني هو في واحد بس اللي عمال طول النهاردة، انت كل يوم تقوم الصبح تلاقيه في حتة، هو واحد بس اللي عمال يشتغل واحنا عاملين نتفرج. احنا عايزين ننزل نساعد بس كلنا نساعد خصوصا ان حضرتك بتقول كمان نشتغل وفقا للممكن للمتاح، يعني بالامكانات المتاحه. حضرتك ما بتقولش عايز ملعب على مواصفات عالميه، عايز ملعب بسيط اللي قاله الرئيس يتنفذ من كلمه المتاح. ولو الرئيس مش عارف انه يتنافس ما كانش هيقول بالصيغه دي، الرئيس يعلم انه يتعامل بده. انا بس عايز اقول لكل ولي امر وكل بتاع يعني انت تحمد ربنا ان قرار زي ده طلع، ان الدوله تهتم، وده اول اهتمام حقيقي بالرياضه واول احترام حقيقي للرياضه لمفهوم الرياضه اللي هي النشاط البدني. الرياضه هي اي نشاط حركي. عايز اقول له مش نفسك ابنك اللي انت عايز تطلعه دكتور او تطلعه اي حاجه تانية اول ما دخلش هنا يبقى في لياقه صحه جيده مش في بدنيا في لياقه الضابط بتاع الجيش او ضابط الشرطه او ضابط الصاعقه؟ مش نفسك كده؟ مش نفسك انت ابنك ده لما تشوف الشباب ده اللي زي الورد اللي يفرح ده يبقى زيه؟ ابنك ممكن يبقى كده. فلازم تكون اول واحد سعيد بهذه ومبسوط بده. نتمنى ان شاء الله ان الامور تمشي بالشكل اللي حضرتك بتتمناه وافضل واسرع كمان، وان كل المسؤولين يساعدوا بعضهم البعض كل في تخصصه وكل في الامر اللي هو معني بتنفيذه كجزء من الاجزاء المهمه لهذه المبادره اللي اطلقها رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونتمنى ان تكون هناك يعني كعمليه تعاون وتنسيق بين كل الهيئات وفي مقدمتها الانديه المصريه، وبالتاكيد زي ما قال الاستاذ ابراهيم حجازي ان النادي الاهلي اكيد هيكون يعني من شركاء تفعيل هذه المبادره وهيقوم بكل ما يمكن ان يقوم به النادي الأهلي بتاريخه ودوره ومبادراته في المجتمع المصري في هذا الاتجاه لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ومساحة من الرياضة أكثر اتساعا في المجتمع المصري إن شاء الله. أسعدتنا يا أستاذ إبراهيم، وهنستنى مقال الجمعة اللي جاية إن شاء الله ونتابعه ونستمتع به شأن دايما متابعتنا لمقالات حضرتك المتميزة. بشكر حضرتك وكل سنة وطيبين وكل سنة ومصر طيبة ويا رب السنة الجاية تبقى أفضل إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي في نهاية هذا الحوار بشكر حضرتك. شكرا جزيلا مشاهدينا، شكرا لحضراتكم على المتابعة. نهاية هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا، فقرتنا مستمرة بعد الفاصل مع كل من محمد سعيد وعمر ربيع ياسين. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.